خمسة في الليرنكس، وتعتبر الأخيرة في الليرنكس إن شاء الله بعنوان الأوبريشنز واليوزز وفليزر إن إينيتي. بالنسبة للأوبريشنز بتاع الليرنكس، طبعا التراكيوستومي أهم عملية في الإينيتي، بل أهم عملية في الطب على الإطلاق هي التراكيوستومي، لأن دي لايف سيفنج. أنا قلت لك عمليتين مهمين أوي في الإينيتي، يعتبروا أهم عمليتين في الطب. التونسيليكتومي دي ماني سيفنج للدكتور، بوكيت سيفنج، تمام؟ بينما التراكيوستومي دي لايف سيفنج للعيان، معايا؟ وبالتالي التراكيوستومي تراك يعني تراكيا، وستوما يعني فتحة، يبقى دي فتحة في التراكيا علشان العيان يتنفس منها اللي هي دي، تمام؟ لارينجوستومي فتحة في اللارينكس مش في التراكيا بقى، في اللارينكس نفسه. لارينجو فيشر شرخ الحنجرة، سبليتنج اوف ذا ثايرويد كارتليج فروم ذا ميد لاين. دايركت لارينجوسكوبي الماسورة الحديد، اللارينجوسكوب اللي بدخله في زور العيان وبشوف ايه اللارينكس. واخيرا اللارينجكتومي، واللارينجكتومي دي اتكلمنا عليها في الكانسر لارينكس، وبالتالي مش هنتكلم عليها تاني، اللي هو اتكلمنا على التوتال لارينجكتوم والبارشال لارينجكتوم والفيرتيكال والهورزونتال وانواع الفيرتيكال هيمي لارينجكتومي، فمش هنتكلم عليها تاني. نيجي بقى للتراكيوستومي. التراكيوستومي تراك تراكيا، ستوما يعني فتحه. الامريكان احيانا يسموها تراكيوتومي، اوتومي يعني شق، شق قصبه هوائيه. على فكره احنا احيانا بنكتبها شق حنجري واحنا بنمضي العيان على كونسنت او حد من اهله قبل العمليه بالموافقه على العمليه، ولكن هي مش شق حنجري، هي شق القصبه الهوائيه، صح قوي؟ شق القصبه الهوائيه، تمام؟ يبقى تراكيوستومي شق القصبه الهوائيه، تراكيوستومي هعمل فتحه في القصبه الهوائيه، التراكيا اهي، وانا هشيل سيركولار بورشن كده واحط مكانه تراكيوستومي تيوب، دي تراكيوستومي. الامريكان بيسموها، بقول لك تراكيوتومي ليه؟ بيعملوا كده، دي تراكيا وبيفتحوا فيرتيكال انسيجن، تمام؟ ويوسعوه ويروح حاطين في التيوب، يبقى عمل انسيجن، اوتومي شق تراكيوتومي. يبقى اذا جات لك كلمة تراكيوتومي أو تراكيوستومي ما بتفرقش كتير، ولكن أنا قلت لك الفرق بين الاتنين. ستوما اللي هي عملنا فتحة، سيرجيكال اوبننج، تمام؟ دي احنا ماشيين زي البريتش وبالتالي هنقول عليها تراكيوستومي. طيب، يبقى الديفينيشن ميكينج سيرجيكال اوبننج ان ذا سيرفايكال تراكيا، إيه السيرفايكال تراكيا دي؟ ما هي التراكيا نصها في النك ونصها في الثوراكس. تراكيا حوالي 10 سم في الأدلت، نص في الرقبة ونص في الثوراكس. لما افتح النص اللي في الرقبه وافتح فيه فتحه وادخل فيه تيوب دي اسمها تراكيوستومي. يبقى اذا ميكينج سيرجيكال اوبننج ان ذا سيرفايكال تراكيا. طيب ايه الانديكيشنز؟ ده اهم حاجه، سؤال كومن قوي بيجي في امتحانات كتير جدا. على فكره الانديكيشن والكومبليكيشن اوف تراكيوستومي وتونسيليكتومي دي مهمين جدا. والتراكيوستومي دي هتاخدها في سنه رابعه، ده بالنسبه للنظام القديم اللي هو شغال دلوقتي، هتاخدها في سنه رابعه وهتاخدها تاني في سنه سته. انت عليك في سنه سته 40 اوبريشنز منهم التراكيوستومي، هتقراها من كتب الاي ان تي تاني، تمام؟ ايه الانديكيشنز اوف تراكيوستومي؟ مهم قوي. امتى مين اللي تعمل له تراكيوستومي؟ اللي مخنوق، واحد عنده اوبستراكشن في المنطقه دي سترايدور يعني، فبضطر افتح له فتحه تحت الاوبستراكتد اريا يتنفس منها، يبقى نمره واحد ابر اروي اوبستراكشن اللي هو سترايدور. وفي الحاله دي لازم تقول يعني ايه سترايدور؟ difficulty noisy breathing due to partial upper airway obstruction. فاكر؟ تمام. ولازم تقول ال causes of stridor congenital traumatic inflammatory neoplastic miscellaneous و ان بي ان children. ايه رايك بقى؟ يبقى اذا اول indication للتراكيوستومي وجود stridor، عشان قلت لك لو في stridor في السيمتوم يبقى تراكيوستومي في التريتمنت، تمام؟ طيب ده لو upper airway obstruction اللي هو stridor. ممكن lower airway obstruction ونعمل له تراكيوستومي؟ ازاي؟ اذا كان الاوبستراكشن اصلا تحت، يعني اصدقك لو الاوبستراكشن هنا فوق تفتح فتحه تحتيه تو باي باس الاوبستراكشن، يعني الاوبستراكشن فوق فتحت فتحه تحتيه علشان يعرف يتنفس. لو الاوبستراكشن تحت بقى هنا في اللنج هنا، بتاع ايه تفتح لي فتحه هنا علشان العين يتنفس؟ اذا ليه؟ اولا انا بفتح فتحه هنا علشان ابقى قريب قوي من التراكيو برونكيال تري، علشان انسرت قسطره علشان اشفط بيها، تمام؟ وبالتالي في اللور ايروي اوبستراكشن زي ما هقول كمان شويه ممكن اضطر اعمل تراكيوستومي، ودي هنشرحها ان ديتيلز. نيجي بعد كده بارت اوف انذر اوبريشن اللي بنسميها الكتيف، اختياري، يعني انا مش مزنوق، يعني العين مش مخنوق، تمام؟ ده الكتيف، يعني انا مثلا بختار
هعملها النهارده الصبح، هعملها اخر النهار، هعملها بكره الصبح، الكتف كجزء من عمليه تانيه. وانا بعمل اللارينجو فيشر مثلا، العين هتنفس ازاي اثناء اللارينجو فيشر؟ يبقى لازم اعمل له تراكيستو من تحت وبنجه من التراكيستو من تيوب واشتغل انا فوق، وهكذا. يبقى دي بارت اوف انذر اوبريشن اللي هي الكتف سيرجري. اللور ايروي اوبستراكشن بقى، لور ايروي اوبستراكشن الحته دي سليمه، الابر ايروي سليم ما عندوش سترايدر، تمام؟ ده الانديكيشن الاولاني للسترايدر اللي احنا كتبناه. لا، اللور بارت ده هو هو اللي فيه المشكله. اقوم افتح فتحه في التراكيه، تمام، هنا واشفط منها، بالذات لو كان اللور ايروي اوبستراكشن هيطول. زي ايه؟ اصل في اللور ايروي اوبستراكشن سام تايمز في حاجات بتعمل ديبريشن للكاف ريفلكس. واحد كوماتوز، حادثه عربيه وكوماتوز، ما بيعرفش يكح، فالسلايفا والسكريشن البرونكيال سكريشن اتجمعت مالت اللنج. فاذا يقول لك البيشنت هيدراون ان هيز سكريشن، هيغرق في السكريشن بتاعته. اذا اعمل له تراكيوستومي واشفط السكريشن بتاعته، تمام؟ اذا ده في حالات الديبريست كاف ريفلكس، لما يكون في لور ايرو اوبستراكشن ومش عارف يكح، الانتركوستال والديافرام بارالايزد ما بيتحركوش، وهكذا. طيب ايه الاسباب بتاع اللور ايرو اوبستراكشن؟ برولونجد كوما زي ما قلت لك، حادثه عربيه مثلا. برولونجد كوما ممكن تكون ديو تو ايه؟ هيد تروما وكار اكسيدنت، تروماتيك، حاجه سنترال، ما هي كوما يبقى حاجه سنترال، بس مش ما تقوليش كونجينيتال، تمام؟ يبقى حاجه سنترال. اي حاجه سنترال هي تروماتيك، انفلاماتوري، نيوبلاستيك، فاسكولار، ديجنريتيف. مش هقول ديجنريتيف هنا لانها مش مهمه قوي. هقول تروماتيك زي هيد تروما وكار اكسيدنت. هقول انفلاماتوري في السنتر اللي هي مننجايتس انكفاليتس برين ابسس. توكسيك في السنتر، توكسيك هنا مهمه، تمام. اندوجينوس توكسين اللي هي الديابيتك واليوريميك كوما، العين كوماتوز. الهيباتيك كوما ما بقولهاش ليه؟ لان الهيباتيك كوما عنده ليفر سيل فيلير او هيباتيك فيلير، وبالتالي عنده بليدنج ديس اوردر، ما عندوش بروثرومبين، تمام. فهتيجي تعمل له تراكيوستو ممكن ينزف، فلازم دكتور البطنه يصلح لك البليدنج بتاع العيان الاول، تمام، الكلوتنج والبليدنج تايم. وبالتالي انا بتكلم على الاندوجينوس كوما، الاندوجينوس توكسين اللي في الجسم اللي هو الدايابيتيك واليوريميك كوما. اكسوجينوس مبلبع دواء، مبلبع دواء ودخل في كوما زي الباربيتوريت بويزنينج مثلا. فاسكولار، فاسكولار في السنتر، ذا ثرومبوزيس هيموريج امبوليزم، سيريبرو فاسكولار ستروك ودخل في كوما، تعمل له تراكيوستومي علشان يتنفس منها. ما هو خلاص الانتركوستال والديافرام بارالايزد مع في 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 ستروك، تمام، سيفير ستروك يعني. نيوبلاستيك في السنتر، برين تيومر الاند ستيج، هيدخل في كوما. يبقى دي اسباب الكوما: تروماتيك، انفلاماتوري، توكسيك، فاسكولار، نيوبلاستيك. نيجي بقى لحاجه بريفرال، باراليسيز للانتركوستال والديافرام، باراليسيز ريسبيراتوري ماسل بايه؟ شلل الاطفال، بوليوميلايتس، ممكن يشيل الانتركوستال والدايفرام، العين ما يعرفش يكح. ممكن كمان الدفتيريا تعمل باراليس الانتركوستال والدايفرام وريسبيراتوري فيلير، خدناها قبل كده. ممكن حاجه مش باراليسز، ماسل فاتيج زي المايثينيا جريفيس. المايثينيا جريفيس ديزيز اوف موتور اند بليت، تمام، فبتعمل فاتيج في الماسل فما يعرفش يكح. ممكن يبقى ده بعمل له تراكيوستوم ويتنفس. سيفير شيست انجرس، حصل فراكشر في الريبس وانجري للانتركوستال ماسل، فمش قادر يحرك الشيست بتاعه، مش قادر يكح، تمام، اعمل له تراكيوستومي علشان اشفط له السكريشن بدل ما البرونكيال سكريشن والسلايفا ماله اللنج، تمام. يبقى السيفير شيست انجري. هنا بقول برلونجد كافد انتوتراكيال انتوبيشن مع انها جزء من الكوما، يعني هو البرلونجد كافد انتوتراكيال انتوبيشن اللي هيتعمل في الرعايه المركزه دي هيتعمل لمين؟ اكيد الكوماتوز، ولكن انا بحب اقولها لوحديها. عايز تقولها كجزء من البرونجد كوما مفيش مشكله ويكون احسن، ولكن البرونجد كافد اندوتراكيال انتوبيشن ليه بقى؟ بص هرسمها لك، وقلناها في السبجلوتك ستينوزس اللي هو الكومنست كوز اوف سبجلوتك ستينوزس ناو ديز. دي التراكيه، ودي الاندوتراكيال تيوب، فيها كاف بالونه في الاخر اهي. البالونه دي منفوخه ليه؟ علشان الاكسجين اللي انت هتديه من جهاز التنفس الصناعي يدخل على طول على التراكيه والبرونكاي، ما يردش من حوالين التيوب، ما يرجعش تاني، تمام.
الكاف دي زنقه على الوول بتاع السب جلوتيك اريا والتراكيه، يعني زنقه الفاسكولاريتي، يعني عامله سكيميا. طالما عامله سكيميا تعمل نيكروس للكارتليج للكريكويد وتراكير رينج، وبالتالي بيريكوندرايتس وستينوزس. ده لو هتقعد اكتر من 10 ايام. فلو هي هتبرونج اكتر من 10 ايام يفضل تعمل تراكيوستومي. يبقى اذا البرونجد كاف ده انتو تراكيال انتوبيشن بيبقى متبنك بتيوب اثناء الكوما، تمام، او يعني نايم بتيوب اثناء الكوما في الرعايه المركزه ومحطوط على جهاز تنفس صناعي فنتليتور. فانا علشان افويد ان الكاف دي تضغط على التراكيا والكريكويد رينج، تمام، لو هتطول عن 10 ايام يفضل تشيل الانتوتراكيال تيوب وتعمل له تراكيوستومي، تمام. دي تعتبر تبع البرولونجد كوما اي سبب من دول. نيجي للالكتيف تراكيوستومي اللي هي بارت اوف انذر اوبريشن. ازاي يعني؟ واحد عنده كانسر ماكسيلا هيوج، واحد عنده لارج انجيو فايبروما، كانسر تانج، كارسينوما في المنطقه اللي فوق دي. طيب اثناء ما انت بتشيلها كجراح، دكتور التخدير مدخل التيوب من هنا، ممكن ما يعرفش يدخل التيوب اصلا من الماس بتاع الكانسر، وانت مش هتعرف تشتغل من التيوب، والدم هينزل على التراكيو برونكيال تري يعمل نيومونيا. تم الافضل تعمل تراكيوستومي قبل ما العمليه تبتدي، وتدخل تراكيوستومي تيوب وتبنجه منها، وممكن تبقى كافد وتشتغل انت كجراح براحتك. يبقى اذا التراكيوستومي هنا عمليه مؤقته، عمليه مؤقته. لو لارج انجيو فايبروما، لارج كانسر ماكسيلا، اكستنسيف كانسر ماكسيلا، لارج كانسر تانج، وهكذا، في الحاله دي تيمبوري تراكيوستومي، تيمبوري يعني ممكن تشيلها بعد العمليه باسبوع اسبوعين عما يحصل هيلنج للجرح اللي فوق وما عادش في دم نازل على التراكيو برونكيال تري. طيب اثناء اللارينجو فيشر، انا بعمل شرخ في اللارينكس هنا، او اثناء البارشال لارينجكتو بشيل جزء من اللارينكس هنا، طب ما انا شغال في الايروي اهو، ما ينفعش تبقى في تيوب داخله من هنا وانا شغال تيوبينج. اذا اعمل له تراكيوستومي من هنا ودخل له التراكيوستومي تيوب تبنجه منها اثناء العمليه دي، برضو تمبوري اسبوعين ولا حاجه، ويتشالوا 10 ايام اسبوعين، تمام. يبقى اذا في اللارينجو فيشر والبارشا لارينجكتومي نفس الكلام. المهم وانا بعمل عمليه في المنطقه دي ككل، تمام، من التيوب هتعوق العمليه، زائد ان ممكن الدم ينزل على الايروي تحت، فانا بعمل تراكيوستومي وببنجه منها وبديله الاكسجين منها واشيل واعمل واشتغل والانفيزيا بعيد عني داخله عن طريق التراكيوستومي تيوب. معايا؟ هو ده الالكتيف. ممكن التراكيوستومي كمان تبقى في نهايه التوتال لارنجكتومي طبعا. ازاي؟ ما انت هتشيل اللارنكس ده كله في اكستنسيف كانسر تي 3 تي 4 والحاجات اللي قلناها في كانسر لارنكس. طيب بعد ما شلت اللارنكس ما عادش في كوميونيكيشن بين فوق وتحت، ما انت شلت اللارنكس، هتجيب بقيه التراكيه والدايفيرت اهي، جبت بقيه التراكيه وفتحتها على الشارع اللي تحت دي، كل ده بقى فايبرستيش خلاص، ما عادش في لارنكس. يبقى شلت كل ده وجبت بقيه التراكيه وفتحتها على بره، تمام. الفاليو اوف تراكيوستومي، انت عملت تراكيوستومي ليه اصلا؟ يعني ليه اصلا التراكيوستومي اتعملت غير الانديكيشن بقى؟ ايه الفاليو او البينفيت اللي هيعود او اللي هيزيد بانك عملت تراكيوستومي؟ كان في اوبستراكشن في المنطقه دي، انت عملت باي باسنج الاوبستراكشن، يعني الهواء مش داخل من هنا، في قفل، انت عملت باي باسنج الحته المقفوله، يبقى تو باي باس اوبستراكشن نمبر 1. نمبر 2، قربت من التراكيو برونكيال تري وبالتالي ممكن تشفط السكريشن، تدخل قسطره من هنا وتشفط السكريشن، تمام، يبقى اسبريشن اوف شيست سكريشن. نمره 3، علشان اقلل الديد سبيس للنص، ايه هو الديد سبيس؟ الاريا اللي ما بيحصلش فيها اكستشينج اوف جازز من النوز لغير التيرمينال برونكيولز، دي اسمها الديد سبيس، ده حوالي 150 سي سي في الادلت، يبقى من النوز لغايه التيرمينال برونكيولز، تمام، كل الاريا دي اسمها ديد سبيس حوالي 150 سي سي. انا فتحت هنا في التراكيه، اذا لغيت الجزء اللي فوق، لغيت 75 سي سي، يبقى قللت الديد سبيس للنص، تمام، وبالتالي ممكن اديله وورم موديفايد اوكسجين دايركت يوصل للتراكيو برونكيال تري على طول، لان قللت الديد سبيس، قللت الفاقد.
اخر نقطه تو جيف وارم موديفايد اوكسجين، علشان لو في اوبستراكشن فوق هنا كانسر مثلا، هاجي ادي له وارم موديفايد اوكسجين من فوق تمام، هيترسب على الاوبستراكتد اريا. لا ده انا عملت باي باسنج واديته وارم موديفايد اوكسجين على طول. ده الفاليو. يبقى البينيفيت او الفاليو اوف تراكيوستومي اربعه، عملت باي باسنج الاوبستراكشن، عملت اسبريشن او سكشن للشست سكريشن، قللت الديد سبيس للنص ل 75 سي سي في الادلت، واديته وارم موديفايد اوكسجين. التايبس اوف تراكيوستومي بقى، انواع التراكيوستومي، في ثلاث انواع من التراكيوستومي معروفين كتكنيك يعني. اولا في هاي تراكيوستومي فوق عاليه، بتتعمل فوق الثيرويد اسمس هاي هنا. في لو تراكيوستومي تتعمل تحت الثيرويد اسمس هنا لو. وفي ميد تراكيوستومي تتعمل بيهايند الثيرويد اسمس هنا. نقول الادفانتج والديس ادفانتج بتاع كل واحده. الهاي تراكيوستومي بتتعمل فوق الثيرويد اسمس، يعني انا لو رسمت لكم الثيرويد اسمس اهي، ده الثيرويد جلاند تمام، وهنا التراكيه. لو انا عملتها هنا في الفيرست والسكند تراكير رينج بقى اسمها هاي تراكيوستومي، ده الفيرست والسكند تراكير رينج، هاي تراكيوستومي تمام، في الفيرست والسكند تراكير رينج above the thyroid isthmus. ايه الديس ادفانتجز بتاعتها؟ انت كده قربت من الكريكويد رينج، من الكريكويد كارتلج، لانها فوق. بص كريكويد اهي، هي دي الكريكويد، الحته دي الكريكويد اللي انا علمت عليها دي. اذا انت قربت من الكريكويد. لو ايدك سرحت بالمشرط، المشرط بتاعك سرح لفوق، عورت الكريكويد رينج. الكريكويد از اونلي كومبليت رينج في ريسبيرتوري سيستم. لو حصل له انجري هيحصل له بريكوندرايتس وستينوزس. يبقى ده الديس ادفانتج بتاع الهاي تراكيوستومي. اولا هي سهله جدا، لان لو تلاحظ وانت فوق خالص التراكيه بارزه تحت السكين، كل ما تنزل كل ما تبقى ديب 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 لغايه السوبر سيلا نوتش، ديب قوي معايا. وبالتالي هاي تراكيوستومي دي اسهل واحده، بس عيبها انها جنب الكريكويد فوق، فممكن تعمل انجري للكريكويد وبالتالي سبلوتيك او لارينجيال ستينوزس. ده الهاي. اللو تراكيوستومي تحت الثيرويد اسمس في خامس وسادس تراكير رينج، هنا خمسه وسته تراكير رينج، الفيفث والسكس تراكير رينج، كانت هنا الفيرست والسكند، فيرست والسكند تمام. ففي خمسه وسته تراكير رينج ده اللو تراكيوستومي تحت هنا. ايه ده؟ ده انت جنب الثراسك انلت ستراكشر تحت عند السوبر سيلا نوتش، جنب الثراسك انلت ستراكشر، وهنا الانومينيت فين ممكن يحصل له انجري وبليدنج، واهم منه هنا الايبكس اوف ذا بلورا والايبكس اوف ذا بلورا. لو ايدك شيفتد رايت او ليفت الايبكس اوف ذا بلورا اتعور. انا كنت فاكر اللنج عامله كده فيرتيكال، لا ده اللنج عامله كده، يعني الايبكس بتاعتها هنا عند روت اوف ذا نيك، هنا اهو كده اهو زي ما انت شايف في الصوره اللي قدامك دي. فده الايبكس اوف ذا لنج، الايبكس اوف ذا بلورا. فلو ايدك جت لاترال هنا او لاترال هنا هتعمل انجري الايبكس اوف ذا بلورا، هتسمع صوت غير محبوب بالمره، البلورا اتقطعت فاتملت هواء واللنج كولابسد نيوموثوراكس، نيوموثوراكس معايا. وبالتالي هو ده الديس ادفانتج بتاعتها. يبقى اللو تراكيوستومي تتعمل في خامس وسادس تراكير رينج تحت الثيرويد اسمس تمام. لو عملت الديس ادفانتج بتاعتها ان انا ممكن اعمل انجري للثراسك اللي ستراكشر مين، للايبكس اوف ذا بلورا او الانومينيت فين، الانومينيت فين بليدنج، الايبكس اوف ذا بلورا نيوموثوراكس. الميد تراكيوستومي ده اللي هو ورا الثيرويد اسمس في ثالث ورابع تراكير رينج، هنا ثلاثه واربعه تراكير رينج تمام. ده الاوبريشن اوف تشويس. ليه الاوبريشن اوف تشويس؟ لانها عملت افويدنج للديس ادفانتجز بتاع الاثنين اللي فوقيها، للهاي واللو. انا بعيد عن الكريكويد وبعيد عن الثراسك انلت ستراكشر. طب وايه يعني ان انا فتحت الثيرويد اسمس؟ ولا حاجه. المهم الثيروكسين ما يطلعش للدم ويحصل ثيروتوكس كرايسيس. لكن دي الاوبريشن اوف تشويس تمام. ده بالنسبه لانواع التراكيوستومي كليفل او كتكنيك. نيجي بعد كده للتكنيك نفسه او سيرجيكال تكنيك بتاع التراكيوستومي. هنشرح الميد تراكيوستومي اللي هي الاوبريشن اوف تشويس. اولا الانستيزيا، الانستيزيا اللي هتديها العيان ايه؟ without anesthesia in urgent cases، في الحالات الارجنت. without anesthesia، عيان جاي لك الحوادث ايه لسه هتكلم دكتور التخدير؟ شو ما هو عنده ستريس انالجيزيا معايا، عنده اندورفين وانكفالين كتير، عمال يحارب الموت انت فاهم، وبالتالي الاندورفين والانكفالين عاليين عنده جدا، فمش هيحس بالالم الا بعد العمليه
زي العسكري في المعركه اللي جات له طلقه ما حسش بالطلقه وقت المعركه وحس بيها بعد ما المعركه انتهت من الاستريس، ستريس انالجيزيا. اذا without anesthesia in urgent cases الحقوا تمام، ما تستناش. local anesthesia تخيل in most cases، most cases local anesthesia. اللوكال انستيزيا اي زيلوكين ان ادرينالين، اهو بيحقن زيلوكين ان ادرينالين بالسرنجه تحت السكين، بيحقن زيلوكين او ليدوكين كاناثيتك لوكال اناثيتك، ادرينالين علشان يعمل فازو كونستريكشن، منها يقلل البليدنج اثناء العمليه، ومنها يقلل الابسوربشن، يديلي الابسوربشن ويبرونج الدوريشن بتاع اللوكال انستيزيا. يبقى ليدوكين ان ادرينالين او زيلوكين ان ادرينالين. طيب جنرال انستيزيا لو الاوبريشن دي الكتيف، اه طبعا ما هو العيان كويس وزي الفل وبتاع، افرض داخل مدخل عيان اعمل له توتال لارنجكتوم تمام، وما عندوش سترايدر ولا حاجه، مش في ستريس ولا حاجه تمام، داخل اعمل له لارنجو فيشر، داخل اعمل له كانسر ماكزيلا وهكذا، وبالتالي ده هيتبنج جنرال انستيزيا تمام، هتبنجه باندوتراكيال تيوب جنرال انستيزيا عادي، وبعدين تعمل له تراكيوستومي وتشيل الاندوتراكيال تيوب وتبنجه من هنا بعد ما عملت له تراكيوستومي، تروح مديله البنج من هنا، ودكتور التخدير بقى دكتور الجراح يشتغل بقى في المجزله، يشتغل في اللارينكس وهكذا. المهم بدات بانتوبيشن وانستيزيا جنرال، وبعدين اول ما تبنج رحت عامل له تراكيوستومي، وبعدين رحت شايل انبوبه البنج ورحت حاطط له جهاز التخدير من هنا تمام. يبقى اذا without anesthesia in urgent cases، local anesthesia زيلوكين ان ادرينالين most cases، general anesthesia لو الاوبريشن الكتيف. البوزيشن العيان نايم ازاي؟ على فكره نفس نومه اللي هو سبحان الله، نام على ظهره سوباين مع اكستندد نيك اهو، فاكر اللي هو لما قلت لك كروس بوزيشن مع اكستندد نيك. طب اكستندد نيك ازاي؟ تحط له مخده تحت كتافه، تقوم رقبته تقع لورا. ليه بقى؟ لان لما الرقبه تبقى اكستندد التراكيه تقبل قدام، تبقى مور اكسسبل، استحاله تعمل تراكيوستومي والعيان تاني رقبته فليكسد نيك. بص اهو التراكيه رجعت لورا استخبت، هتعملها ازاي؟ يبقى لازم اكستندد نيك، يبقى العيان نايم على ظهره سوباين بوزيشن مع اكستندد نيك مخده تحت كتافه علشان التراكيه تبقى مور اكسسبل. ده بوزيشن. الانسيجن احنا هناخدها ستيب باي ستيب، الاول السكين اللي هو الانسيجن، بعد كده تحت السكين الستراب ماسل او الانفراهيود ماسل، وبعدين هنقول الثايرويد اسمس نعمل فيه ايه والكلام ده. الانسيجن بقى اللي في السكين يا فيرتيكال يا ترانسفيرس، فين؟ ما بين الكريكويد للسوبرا سيرا نوتش، هي التراكيه فين؟ من الكريكويد لغايه السوبرا سيرا نوتش اللي هو السيرفايكال بارت، نيك بارت تمام؟ يبقى هنا اعتبر هنا الكريكويد والسوبرا سيرا نوتش اهي، تقريبا ميد واي بين الاثنين، اعتبرها ميد واي تمام؟ ما بين الكريكويد والسوبرا سيرا نوتش، ميد واي يا ترانسفيرس يا فيرتيكال. ايه ميزه كل واحد؟ ترانسفيرس مع السكين كريز مع ثنايا الجلد، وبالتالي كوزموتيك احسن، تجميليا احسن، ده ترانسفيرس تمام. بينما الفيرتيكال لا هيعمل سكار شكل وحش لانه مش مع ثنايا الجلد مش مع السكين كريز، بس ميزه الفيرتيكال انه دايركت على التراكيه اسرع، دايركت على التراكيه، لا ايدك هتيجي يمين ولا شمال، لا هتعور الكاروتيد ولا الجاجولار فين ولا حاجه في النص تمام. يبقى اذا الانسيجن فيرتيكال بتوين كريكويد والسوبرا سيرا نوتش ميدوي، ده السكين انسيجن. بعد ما فتحت السكين انسيجن اللي هو الترانسفيرس او الفيرتيكال، هلاقي السوبرفيشال فاشيا انكلودنج البلاتيزما افتحها، وبعدين الاقي الاستراب ماسل او الانفرا هايود ماسل اريتراكت، احاول ما اعورهاش بقدر الامكان، اريتراكت او سبريت تمام. الانفرا هايود ماسل، الاستراب ماسل، بريتراكيال ماسل، وات ايفر انت سميتها ايه، في حاجه زي اللينيا قلبه كده بتاع الريكتس ابدومينس، ما بينهم فايبرس تيشو، اريتراكت اسيبريت وابعدهم عن بعض تمام، علشان ما اعورش المصل ويقعد يجي فيه بليدنج. يبقى سيبريشن للبريتراكيال مصل او الانفراهيود مصل الاستراب مصل. بعد كده هلاقي الثايرويد اسمس، اعمل لها حاجه اسمها ترانسفيكشن اللي هي الحركه دي، انا مش عايز الثايروكسين يطلع على الجلد، ما انا اصل لو فتحت الثايرويد اسمس دايركت كده الثايروكسين هيروح طالع اللي جوه الثايرويد جلاند وهيبقى ابزوربد من الجرح، فيحصل ثايروتوكسكوزيس اللي هي بيسموه ثايروتوكسيك كرايسيس، يبقى في هايبرتنشن والحراره بتاع العيان تعلى وهكذا، وبالتالي انا عايز اقفش على الثايروكسين قبل ما افتح الثايرويد اسمس تمام. فهعمل لها حاجه اسمها ترانسفيكشن
واحيانا تنطق خطا ترانسفيكسيشن. هي الصح ترانسفيكشن، اعتبر ده الثايرويد اسمس. تمام، انا بشرح دلوقتي الترانسفيكشن بتاع الثايرويد اسمس، ده الثايرويد اسمس، وهنا في لوب والناحيه الثانيه في لوب. تمام، فهاجي بالمقص بتاعي الاول، هاجي بكوخر، كوخر لفورشيبس اللي هو كوخر، واقفش اهو على الحته دي، والناحيه الثانيه بكوخر برضو اقفش. الثيرود اسمس بين تو ارتري فورسبس، تو كوخرز اللي هو الكفتين دول. تمام، وبعدين اقص الثيرود اسمس اهو، واجيب نص الثيرود اسمس ده كده ونصه ده كده. انت عملت ايه؟ انا قفشت على الثيرودس اليمين وشمال. عارف لو انا كنت قصيت من غير ما اقفش القفشه دي بالفورسبس بالجفت، الثيرودس كان طلع في الجرح، يبقى جبته يمين وشمال. تمام كده، وبعدين كل ناحيه هعمل لها ترانسفيكشن. ازاي بقى؟ بص، بجيب الخيط بتاعي، وبعدين الابره اهي، ده الخيط، واروح مدخل الابره. بص، الابره اهي، اربطها زي كيس الفلوس اهو، طلعت من الناحيه الثانيه كده، اطلعها من الناحيه الثانيه اهي. تمام، وبعدين الف الخيط. بص بقى، هلف الخيط زي كيس الفلوس، الابره ما عندهاش قيمه، اروح لافف الخيط اهو، محزم الثيرويد اسمس اهو. بص اهو، مش مجرد ان انا اربط ربطه هنا وربطه هنا وربطه هنا، لا، ده انا حزمته اهو تماما، قفشت على الثيروكس اللي جواه اهو وربط. شوف بقى شكله ازاي، زي كيس الفلوس، زي الست البلد اللي في السوق اللي معاها كيس الفلوس في عبها، فبتطلع وتفتح وتزر بالخيط كده، فانا عملته اهو، هو ده الترانسفيكشن. تمام كده، افتح بقى الكوخر ولا يهمك، ما انت ربطت خلاص، يبقى ده الترانسفيكشن. الترانسفيكشن طيب، يبقى ده بالنسبه للترانسفيكشن اوف ثايرويد اسمس. في الصوره بقى ازاي؟ اهو انا عملت كوخرنج اهو، كوخر فورسبس وكوخر فورسبس، وبعد كده هاخد، بعد ما عملت الكوخر هنا هاخد الابره، هدخلها في النص واطلعها من الناحيه الثانيه، والف الخيط هنا واروح زارر. تمام، يبقى ترانسفيكشن على الناحيتين. دلوقتي انا بعد ما عملت ترانسفيكشن للثيرود اسمس يمين وشمال اهي، لقيت التراكيه قدامي، المفروض اشيل سيركولار بورشن من التراكيه رينج. تمام، بس يا ويلك لو انت ضربت المشرط بتاعك وفتحت التراكيه، العنده ما كحش بقاله فتره، وممكن يكون مخاط متحوش بقاله فتره مع شيست انفكشن، لان مثلا عنده انسداد او كانسر لارينكس او ايفر، ده الانديكيشن بتاع التراكيوستومي. فمجرد ان انت تدخل المشرط هنا اهو وتفتح التراكيه، انت لمست، انت عورت كده الميكوزا بتاع التراكيه من جوه، تستيموليت الكاف ريفلكس، يروح طالع قنابل، قنابل تطلع في بقك ووشك وبتاع. تمام، وبالتالي لابد انك تعمل ديبريشن للكاف ريفلكس الاول بتاع العيان، تجيب شويه زيلوكين من اللي انت حقنتهم سب كيوتينيوس، وتروح مدخلهم في التراكيه وحاقن اهو اهو، سرنجه وزيلوكين، وتروح حاقن، تعمل اناثيزيا للميوكوزا، تقوم لما تفتح وتعور الميوكوزا ما يحصلش كاف ريفلكس. وده حصلت لي مره، يعني لا انسى مره وانا مدرس والنايب والصبح بدري، وكنت بشرب القهوه بتاعتي الحقيقه في العمليات في القصر العيني، فالنايب لقيته الساعة 8:30 الصبح، ما كانش حد غيري لسه جه العمليات، كنا بدري. فلقيت النايب جاي جري يقول لي حالة من الحوادث، حالة سترايدر من الحوادث، وأنا سامع صوت العيان، وكنت لبست لبس العمليات ما عدا الماسك،
تمام؟ فما خدتش بالي ورحت جري علشان العيان بيموت عايزين نلحقه، وكنت لسه ما شربتش القهوه، يعني الراجل جاب لي القهوه ما كنتش لسه شربتها. الحقيقه رحت جري فلقيتهم مدخلين العيان بسرعه على الترولي قبل ما يوصل لاوضه العمليات، كنت انا شائق اتراكين. بس المشكله ما خدتش بالي ولا حقنت زيلوكين، وهو عمل مجرد ما شقيت راح جاي قنابل في وشي. تمام؟ القنابل دي مخاط ريحته معفنه بقاله فتره، وانا مش لابس ماسك، وراح داخل بقي. تفيت وكملت التراكيوستومي. تمام؟ واول ما فتحت التراكيه وحطيت التيوب خليت النائب بيكمل، وطلعت شربت قهوتي. لا انسى هذا الموقف. تمام؟ بنقول يبقى انجكت زيلوكين تو ديبريس الكاف ريفلكس، والصوره اهي قبل ما تفتح التراكيه. بعد كده هفتح التراكيه. لو انا شقيت لونجيتودينال انسيجن دي اسمها تراكيوتومي. تمام؟ اللي احنا هنشرحه دلوقتي تراكيوستومي. بشيل سيركولار بورشن من التراكيه يكون الدايمتر بتاعه ايكوال للدايمتر بتاع التراكيوستومي تيوب تقريبا علشان تدخل شحط. ما هي لو الفتحه بتاع التراكيه واسعه والتراكيوستومي تيوب ضيقه هيبقى في سبيس حواليها. اهو دي الفتحه بتاع التراكيوستومي ودي التراكيوستومي تيوب، فهيبقى في اير ليكج هيتسرسب الهواء. يقوم بعد ما قفلت السكين الجلد يتنفخ سيرجيكال انفيزيما، فلازم تبقى داخله شحط كده. تراكيوستوم اوبننج اهي والتراكيوستوم تيوب اهي، ما يبقاش في سبيس يحصل اير ليكج وسيرجيكال انفيزيما. تمام؟ طيب في ناس ما بيعملوش سيركولار بورشن، بيعملوا حاجه اسمها جيرك فلاب. ايه الجيرك فلاب ده؟ اللي انت شايف صورته ده، بيفتح فيرتيكال انسيجن في التراكيه وبعدين هورزونتال وبعدين فيرتيكال، وبعدين يجيب ده فلاب دور اللي هو انفيرو بيست، ده اسمه جيرك فلاب، ما يهمناش. وده تراكيوتومي. اما تراكيوستومي بيشيل سيركيولار بورشن زي ما انا قلت لك، ويكون الدايمتر بتاعه ايكوال للدايمتر بتاع التراكيوستومي تيوب. بعد كده بانسيرت التراكيوستومي تيوب اللي هي دي، بدخلها في التراكيوستوم اوبننج اللي انا عملتها في التراكيوستوم اللي هي الاستوما. تمام؟ وبعد كده بقفل السكين. وانت بتقفل السكين ما تقفلوش صوته عايد، علشان لو حصل سيرجيكال انفيزيما ولا حاجه يحصل ليكج ما بين الغرز، يبقى في سبيسنج ما بين الغرز الى حد ما. تمام؟ بكلوز الووند، بحط بافيتا، وبعد كده بقفل الجرح. بص هنا ترانسفيرس انسيجن اهو ما بين الكريكويد فوق اهي والسوبر سيرا نوتش. تمام؟ ميدوي بين الاثنين اللي هي جزء التراكيه، هنا التراكيه ترانسفيرس انسيجن. بعد كده بسبريت البري تراكيه الماسل اهي. تمام؟ بعد كده عمل جيرك فلاب اهو، جاب حته من التراكيه وعملها فلاب دور كانه شباك بيفتح على تحت اهو، الجيرك فلاب اهو، وبيحط تراكيوستومي تيوب وبيحط بافيتا، البافيتا اهي. تمام؟ وبعد ما الانديكيشن يتعالج ممكن يشد التيوب ويرجع الجيرك فلاب ده مكانه، مثلا ده لو عمل جيرك فلاب خلاص، ويقرب السكين من بعضيه وهو بيلم. تعال نشوف الفيديو ده بتاع التراكيوستوم، هسيبكم معاه تفهموا، لان لما بتكلم كلامي ما بيكونش ماشي مع الفيديو، فانا هسيبكم معاه تفهموا. مفيش صوت يبقى هضطر اتكلم بقى. دي الثايرويد جلاند باينه قدامكم اهو، التراكيه والكريكويد والثايرويد كارتليج. بقول لك ببتدي بالسكين انسيجن يا فيرتيكال يا ترانسفيرس ما بين الكريكود والسوبر سيريال نوتش. ده السكين انسيجن اهو، هو بيعلم الاول في مكان الانسيجن بتاعه اهو، ده ترانسفيرس انسيجن. خلي بالك العيان ده الكتيف، العيان ده محطوط له اندوتراكيال تيوب كده، فتح السكين وبعدين دي السوبر فاشيا، الفاشيا انكلودنج البلاتيزما،
تمام. الله يكون صوتي بس كون سايد مع الفيديو. بعمل شويه كوترايزيشن للمصل علشان ما تجيبش دم، يعني مش روتين، بيوسعها شويه. دي كده الفاشيه اللي على الثايرويد، ثايرويد اسمس. برضو بعمل كتر علشان ما يجيش دم. هعمل ريتراكشن للمصل. بيحس الكريكويد. هنا هيبتدي يعمل ترانسفيكشن اهو، بيجيب الثايرويد اسمس اهو. ايوه شوف، قفش على الثايرويد اسمس علشان الثايروكسين ما يطلعش، قفش عليها باتنين كوخر اهو، اتنين ارتري فورسبس يمين وشمال، وهيفتح ما بينهم بالدايثيرمي بالكوترايزيشن اهو، وبيقص بالمقص. ده الثايرويد اسمس كوخرينج، عمله ترانسفيكشن. دي التراكيه اللي باينه قدامك دي، بص بص الحركه اللي هو هيعملها دي، ترانسفيكشن. ربطها كويس قوي وبيلفها حوالين الثايرويد اسمس. ايوه شفت، زي كيس الفلوس زرها علشان مفيش ثايروكسين يطلع. بص عملت كده، والناحيه التانيه نفس الكلام. التراكية باينة قدامه اهي، تمام باينة جدا. الطبيعي لو احنا هنعمل تراكيوستوم ان نشيل سيركولار بورشن من التراكية. هو بيعمل كتر لبعض البلاد فيسل كده. هو هنا عمل ترانسفيرس انسيجن، مش الطبيعي ان احنا بنعمل كده، يعني دي يمكن اكسبشن. اللي باين ابيض ده تيوب البنج، هو ده الجيرك فلاب، هو ده الجيرك فلاب اللي عمله، تمام؟ اللي هو فلاب دور انفيرو بيست، وهيعمله انسيجن في الستيتشنج في السكين كمان، هيربطه مع السكين، بس مش ده الطبيعي. الجيرك فلاب بيتعمل كده صح، ولكن مش ده الطبيعي الروتين اللي احنا بنعمله. اهو ده الجيرك فلاب. الابيض اللي جوه ده تراكيوستومي تيوب، خلي بالك ده مش هواء، لان العين ده الكتيف متبنج جنرال انستيزيا اهو. ربط الجيرك فلاب في السكين بتاع التراكيه، الجيرك فلاب يعني الخطوة دي زيادة شوية، اللي هو بربط الأبر إند في السكين برضو، يعني ما بنعملش احنا الخطوة دي قوي، بس هو علشان إلكتف شغال براحته قوي. في الإمرجنسي ما فيش الوقت ده خالص، في الإمرجنسي التراكيوستو ما بتاخدش كل الوقت ده خالص خالص يعني. هيقفل الجرح
كمان اللاترال اند بتاع التراكية. ده كده ما يحتاجش تراكيوستوم تيوب، بس هيركبها برضو. والناحية التانية زيها. كده خلص العملية، شال الاندوتراكيال تيوب اهو، وهيحط التراكيوستوم تيوب بتاعته، والتراكيوستوم تيوب كافت اللي انتوا شفتوها دي الكاف. تمام، كده خلصت العملية.
نيجي بقى للبوست اوبرتيف كير. ايه البوست اوبرتيف كير بتاع التراكيوستومي تيوب؟ يعني بعد ما عملت العمليه اعمل للعيان ايه؟ ايه الكير؟ ايه العنايه اللي بعد العمليه؟ زي ما انا قلت لك كان في بعد التول سيلكت وبوست اوبرتيف كير برضو. تمام؟ نفس الكلام. اولا البوزيشن اللي هيقعد فيه العيان، كان هناك بوست سيلكت بوزيشن، هنا سيمي سيتنج بوزيشن. كان هناك بينام على جنبه وبتاع، هنا سيمي سيتنج بوزيشن 45 درجه كده، اسمه فاولرز بوزيشن. فاولرز بوزيشن او سيمي سيتنج بوزيشن ليه؟ لان قال لك ده احسن بوزيشن يفاسيليتيت الكاف ريفلكس علشان يكح ويرجع تاني. ما تنساش ان التراكيه دلوقتي مفتوحه على الشارع وفي اريتيشن. وبعد كده انت عملت التراكيوستومي ليه؟ علشان العيان عنده سترايدر اوبستراكتد. طب ما هو ممكن التراكيوستومي تيوب المخاط بتاع التراكيه ينشف ويسدها. اذا اوبزرفيشن اوف ريسبيريشن، اوبزرفيشن اوف ريسبيريشن. طب افرض التراكيوستومي تيوب اتسد، تعرف منين؟ اولا الفويس ري ابير، العين هيرجع يتكلم تاني. طول ما هو مركب تراكيوستومي تيوب ما يعرفش يتكلم الا لو سد تراكيوستومي تيوب. ليه؟ لان اصلا لما بتركب تراكيوستومي لو جيت تتكلم الاكسبايرد اير بدل ما يطلع على اللارينكس هيطلع على بره. ايه اللي هيطلعه على اللارينكس؟ يطلع على بره اسهل. الا لو انت سديت التراكيوستومي تيوب من هنا بايدك فشويه يطلعوا من حوالين التراكيوستومي تيوب على اللارينكس. معايا؟ يبقى اذا الفويس ري ابير، النويز ري ابير بتاع الاسترايدور معايا، او اير نوت فيلت باي ذا هاند، احط ايدي قدام التراكيوستومي تيوب ما احسش بهواء. يبقى اذا الاوبستراكشن انديكيتد بواحده من ثلاث طرق اهي، يا اما الفويس ري ابير صوته رجع تمام يتكلم عادي، يا دكتور ايه ده بيتكلم منين ده؟ اذا كان هو عامل تراكيوستومي الاكسبايرد اير بدل ما يطلع على الفوكال كورد هيطلع من هنا. تمام؟ يبقى الفويس ري ابير او النويز ري ابير رجع تاني تمام، او اير نوت فيلت باي ذا هاند، اير نوت فيلت باي ذا هاند، احط ايدي ما احسش ان في هواء خارج وطالع. يبقى ده observation respiration. observation للبليدنج، خلي بالك الكلام ده كان برضو في التونسيليكتومي، كان position observation للrespiration observation للبليدنج. تمام؟ observation للبليدنج لان ده عمليه ممكن ينزف يجي له hypotension تمام ورابيد ويك بالس وشوك والكلام ده. يبقى اذا لو لقيت في دم من الجرح اديله antibiotics علشان ما يحصلش infection في الجرح، اديله analgesics علشان الالم بتاع الجرح، feeding الاكل. معظم العينين يقول لك ايه بعد العمليه؟ هاكل ايه؟ اول كلمه يقولها هاكل ايه؟ اولا اتاخر شويه في الاكل، خمس ست ساعات، افتر فيو اورز. ليه بقى؟ لان وانت بتاكل اللارينكس بيطلع علشان يقفل على الابيجلوتس، علشان اللقمه تتزحلق من على الابيجلوتس تقع على الهايبوفارينكس والاسوفجس. تمام؟ لما تعمل لي تراكيوستومي انت كده ثبت اللارينكس والتراكيه في السكين من بره، وبالتالي حركه اللارينكس بقت ليميتد، بقت ثابته بالتراكيوستومي. فالاليفيشن بتاع اللارينكس كبروتكتيف فانكشن وانا ببلع مش موجوده. فاستنى خمس ست ساعات عما يحصل كومبنسيشن اللي هو الابيجلوتس ينزل اكتر. تمام؟ علشان ما يشرقش، لو جاي ياكل هيشرق. يبقى افتر فيو اورز كليننج فروم ذا تيوب اند سكشن فروم ات. الدكتور الاسمر ده بيعمل ايه؟ العيانه محجوزه اهي اللي هي قدامه او العيان، فبيدلق صوديوم بايكربونات وبسرعه يشفطه. يدلق صوديوم بايكربونات وبسرعه يشفطه. الصوديوم بايكارب ده سوليوشن بيديسولف الكراست، بيديسولف المخاط الناشف. تمام؟ يبقى كليننج فروم ذا تيوب اند سكشن فروم ات. اهو ندخل الشفاط اهو وبيشفط. طيب اكستوبيشن، نكستوبيت امتى؟ يعني ان يدخل اكس يشيل، هتشيل التراكيوستومي تيوب ده امتى؟ افتر تريتمنت اوف ذا انديكيشن. يعني واحد مثلا جاي لك بليجن سد اللارينكس، انت عملت له تراكيوستوم وهو عنده سترايدر وبعد كده شلت الليجن دي، فخلاص التراكيوستوم ما عندهاش قيمه، يبقى هتشيلها هتكسوبيت افتر تريتمنت اوف ذا انديكيشن. طيب sometimes التراكيوستوم دي تبقى بيرمننت، افتر توتال لارينجكتومي، ما انت شلت اللارينكس من هنا من الحته دي وجبت التراكيه فتحتها على الشارع، التراكيه كلها مش فتحت فتحه في التراكيه، ما عادش في كوميونيكيشن، وبالتالي افتر توتال لارينجكتومي التراكيوستوم بتبقى بيرمننت. طيب لو هتعمل اكستوبيشن اللي هو الانديكيشن اتعالج وهتعمل اكستوبيشن، الاكستوبيشن ده بيبقى مره واحده ولا بالتدريج؟ لازم بالتدريج، جراديوال جراديوال. تمام؟ ازاي يعني؟ بص بقى دلوقتي العيان خد على التنفس السهل، بقى بدل ما يتنفس من النوز وبصعوبه لا بيتنفس من هنا دايركت، فالانتركوستال والدايفرام بقت كسلانه، بقى التنفس سهل قوي، السكه قليله والديد سبيس قل والكلام ده. وبالتالي لو انت سديت له شلت له التراكيوستومي تيوب وسديت له الجرح مره واحده هيبقى في صعوبه، فهيحصل سيفير ديزنيا
وبالتالي انا عايز افويد الحكايه دي. اذا انا هخليه يعتمد على التراكيوستومي جراديوال، يعني اعتماده على التراكيوستومي يبقى ريليفد جراديوال. ازاي بقى؟ بص التراكيوستومي تيوب اهي، هحط كورك، كورك ده فله بالنهار واشيلها له بالليل لمده يومين ثلاثه ورا بعض. ليه بالنهار؟ لانه لو اتخنق هيشيلها لنفسه او الحكيمه هتشيلها له او اي حد هيشيلها له معاه، لانه فايق بالنهار. وتشيلها بالليل ويتنفس بالليل من التراكيوستومي تيوب، تمام؟ علشان لو اتخنق بالليل ممكن محدش يلحقه. يبقى اذا لو الليلتين ثلاثه دول عدوا كويسين اقفلها، حط له الكورك ليل ونهار. ليلتين كمان عدوا كويسين شيلوا التراكيوستومي تيوب وقرب الاسكين من بعضه واقفل ببلاستر وهو يلم. يبقى ده جراديوال. احنا في القصر العيني معظمنا بيعمل ايه بقى؟ مش كده بيعمل، بس ده الطريقه الكلاسيكيه. التراكيوستوم اهي والتراكيا اهي، افتح التراكيوستومي تيوب من فوق وبعدين اقفل ربع التراكيوستومي، الاوبننج بتاع التراكيوستومي اهي بتاع التراكيوستومي تيوب، اقفل ربعها النهارده ببلاستر. خلي بالك انت فتحها من فوق، فلما تقفلها بارشل برضه العين هيتنفس من فوق. اقفل ربعها النهارده و يوم بليله العين عدى وعاش كويس، اقفل نصها يوم بليله العين عدى، اقفلها كلها، قفلتها من هنا والعين بقى يتنفس من هنا. يوم كمان يوم بليله الدنيا مشيت كويس، شيل التراكيوستومي تيوب وقرب الاسكين من بعضه واقفل. اذا قفلت ربع لمده يوم وبعدين قفلت نص وبعدين قفلت كله، بس بشرط تكون فتح التراكيوستومي تيوب من فوق، اللي هي الحركه دي. نقولها تاني، اللي هي الحركه دي، التراكيوستومي تيوب فتحتها كده، فتحت فتحه فيها هنا والتراكيه اهي، دي التراكيه، يبقى فتحت فتحه هنا تمام، وقفلت نص او قفلتها كلها ولا يفرق، ما هو هيتنفس من هنا تمام. طبعا التراكيوستومي تيوب بتبقى ادخل من كده، قفله ادخل من كده. طيب يبقى اذا جراديوال ويننج افطمه بالتدريج من التراكيوستومي تيوب. نيجي للكومبليكيشنز اوف تراكيوستومي. زي ما قلنا برضو بعد التونسيليكتومي كان في كومبليكيشن اوف تونسيليكتومي اللي هي اي هاي راي. هنا بقى بنسميها كلمه شرف، كومبليكيشنز اوف تراكيوستومي شرف تمام. الاس شوك، الاتش هيموريج، الاي انجري، الار ريسبيراتوري كومبليكيشن، الاي انفكشن، والاف فيستولا ان هو الجرح بتاعي فضل مفتوح وملمش ما حصلش هيلينج، فضلت التراكيه مفتوحه على الشارع تمام، حتى بعد ما شلت التيوب ما حصلش هيلينج تمام. يبقى شوك يبقى شرف. الشوك من اللوكال اناثيزيا، انا في الاكسس من اللوكال اناثيزيا وانا بحقن بنج موضعي جاي عن هايبر سيرتي رياكشن تمام. علشان كده يفضل حتى وانت بتحقن لوكال اناثيزيا دكتور التخدير يبقى جنبك، لان لو حصل انافلاكسس هو يتصرف وانت مشغول بالعمليه بتاعتك وهو يتصرف ويعالج الانافلاكسس تمام. ناخد واحده واحده من الكومبليكيشنز دي. الهيموريدج ده سيرجيكال هيموريدج، زيه زي التونسيليكتوم هيموريدج بالظبط، سيرجيكال هيموريدج بعد اي عمليه. الهيموريدج او البليدنج بعد اي عمليه، يا اما اثناء العمليه برايمري، يا اما في خلال 24 ساعه من العمليه رياكشنري، يا اما بعد العمليه في خلال 10 ايام من العمليه يبقى سكندري. يبقى ده اي برايمري اي سيرجيكال هيموريدج. البرايمري ديورينج ذا اوبريشن، طب ليه بيحصل؟ يا اما عملت انجري لوان اوف ذا جريت فيسلز اوف ذا نيك، عورته وانا بشتغل من استعجالي تمام، يا اما كان العين عنده بليدنج ديس اوردر. هيتعالجوا ازاي؟ ليجيشن للبليدنج فيسل، ليجيشن لو انا عورت بلاد فيسل، او فريش بلاد ترانسفيوجن لو العيان ده كان عنده بليدنج ديس اوردر فريش علشان الكروتنج فاكتورز. يبقى ده البرايمري اثناء العمليه، يا انجري البلد فيسل يا بليدنج ديس اوردر، ليجيشن او فريش بلاد ترانسفيوجن. رياكشنري كرياكشن للعمليه في خلال 24 ساعه من العمليه، اثناء العمليه العيان كان متبنج مثلا بهالوثين فكانت عامله هاي بوتنشن، نفس كلام اللوز فكانت عامله هاي بوتنشن، ف وهو بيفوق من البنج بعد ما دكتور التخدير فوقه تاثير الانافيزيا راح، فبدا البلاد بريشر يعلى تاني، يعلى مش لدرجه هايبر، يعلى لدرجه النورمال يو نورمالايز، فكان في بلاد فيسل مقفول بلايجيتشر خفيفه، بربطه خفيفه او ببلاد كلوت خفيفه،
فلما البلاد بريشر بدأ ينورمالايز حصل ديسلودجمنت، اتزحلقت الغرزه البسيطه دي، الرابطه البسيطه دي اتزحلقت، او البلاد كلوت اللي كان قافل اتزحلق فجاه هيموريدج. يبقى ده عباره عن نورماليزيشن اوف ذا بلاد بريشر، ده ري اكشن. لو مايلد هعالجه بلوكال هيموستاتيك بريشر، اضغط عليه لوكال هيموستاتيك بريشر تمام وانتهينا. لو سيفير لازم افتح الجرح بتاعي تاني اكسبلوريشن، باوبن الجرح وبعمل ليجيشن او دايثيرمي، ليجيشن او دايثيرمي تمام زي البرايمري. نيجي بعد كده للسكندري في خلال 10 ايام من العمليه، ده يوجوال ديو تو ايه؟ انفكشن، انفكشن في الجرح، وند سيبسس. الانفكشن ده قعد يعمل نكروس 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 لغايه ما وصل للبلاد فيسل راح مفرقعه، يبقى وند انفكشنز، علشان كده اسمه سكندري، يعني سكندري تو انفكشن تمام. يوجوالي بيبقى بسيط وبيقعد يزيد بعد كده لغايه ما يزيد خالص والعين ممكن يدخل في شوك، وبالتالي التريتمنت سيداتيف زي الدايزبام، افويد المورفيا طبعا علشان اسبيرس سنتر ديبريشن، اديله انتي بايوتيك، ده اهم ايتم لانه انفكشن اهم ايتم في العلاج، انتي بايوتيك باي انجكشن. وان سيفير كيسز ممكن اضطر افتح الجرح تاني، هل ينفع تعمل ليجيشن او دايثيرمي والتيشو فرايبل؟ فاكر زي التونسيليكتومي التيشو دايبه، فما ينفعش لو جيت اربط الغرزه هتمزع، وبالتالي اربط اواي فروم ذا ووند. مثلا مثلا النكهه الحته دي اللي بتنزف حوالين التراكيستومي تيوب تمام، الاكسترا كاروتيد اهو بعيد، اربطه من هنا اواي فروم ذا ووند لان كل الحته دي انفكتد، فبربط من بعيد، بربط البليدنج فيسل من بعيد، اواي فروم ذا ووند، اواي فروم ذا نيكروتيك اريا، ذا فرايبل اريا، ذا انفكتد اريا تمام. يبقى ده بالنسبه للهيموريج، يا برايمري يا رياكشنري يا سكندري. نيجي للانجري، الاي انجري، بص بقى انجري فوق انجري تحت، هنا الابيكس اوف ذا لانج تمام، انجري لاترال على الجناب جريت فيسلز اوف ذا نيك كاروتيد وانتراجوجولار فين، انجري ورا التراكيه الاسوفجاس، الاسوفجاس هو اللي ورا التراكيه ده، ده الاسوفجاس ودي التراكيه تمام. ايدي سرحت على فوق بالمشرط عورت الكريكويد، الكريكويد اهي فوق التراكيه، يبقى انجري فوق كريكويد، الكريكويد ذا اونلي كومبليت رينج، لو المشرط سرح على فوق حصل انجري للكريكويد، بيريكوندرايتس نيكروزس وستينوزس لارنجيال او سبجلوتيك ستينوزس، تيك كير تمام. ايدي سرحت على تحت بالذات في الاولانيه دي في الهاي تراكيوستومي، الاخيره دي في اللو تراكيوستومي، الابكس اوف ذا بلورا اهي واهي، فلو ايدي سرحت وانا بعمل تراكيوستومي لو هنا، فلو ايدي سرحت هنا او هنا انجري الابكس اوف ذا بلورا نيوموثوراكس تمام. لو ايدي سرحت لاترالي الجريت فيسلز اوف ذا نيك قدامك كاروتيد اهو والانتراجيكولار فين لاترال ولاترال، يحصل سيفير هيموريدج. لو ايدي بقت ديب بوستيريور ورا التراكيه في الاسوفجاس، هفتح التراكيه على الاسوفجاس، تراكيه اوسوفجيال فيستولا، تراكيه اوسوفجيال فيستولا. اذا الانجري ممكن اعمل انجري اللي فوق اللي هي كريكويد، انجري اللي تحت الابكس اوف ذا بلورا نيوموثوراكس، انجري على الجناب لاترالي الجريت فيسلز اوف ذا نيك وهيموريدج، انجري ورا التراكيه بوستيريور الاسوفجاس، تراكيه اوسوفجيال فيستولا. ريسبيراتوري كومبليكيشن بنلخصها في كلمه ستيميلانت. فمجرد ان انت تعمل له تراكيوستومي السوتو يطلع والاكسجين يدخل لان ده اللي محتاجه، فيقوم يحصل ديبريشن ريسبيرتوري سنتر. ليه؟ لان السي او 2 العالي كان عامل استيميليشن ريسبيرتوري سنتر عنده تمام. فلما السي او 2 مره واحده طلع بعد التراكيوستومي يحصل ديبريشن ريسبيرتوري سنتر، يجي له ابنيا توقف التنفس. طب ده علاجه ايه؟ لازم تدي له سي او 2. تدي له سي او 2 ازاي؟ كربوجين، جهاز بيطلع 5% كربون دايوكسيد معاه 95% اكسجين، عمري ما شفته. طب ما الاسهل، انت عندك كربون دايوكسيد انفخ له في التيوب كانه قبله الحياه، ماوث تو ماوث بريدنج للعيان اللي انت بتقابله في الشارع ومرمي وهيبوكسك، بس هنا ماوث تو تيوب بدل ماوث تو ماوث، قبله الحياه من التيوب، يبقى ماوث تو تيوب بريزنج، انت عندك كربون دايوكسيد بتديهوله، فتعمل استيميليشن ريسبيرتوري سنتر.
ده لو حصل ابنيا، يبقى الابنيا سببها ايه؟ صاد النموش للكربون دايوكسيد. طيب نيجي للسيرجيكال انفيزيما. يعني ايه سيرجيكال انفيزيما؟ هواء تحت الجلد. طب والهواء ده حصل ليه؟ لان الاوبننج اللي في التراكيه كانت واسعه، فتحت فتحه كبيره في التراكيه، بينما التراكيستومي تيوب دايمتر كان قليل، فحصل الهواء اتسرسب من حوالين التيوب اندر ذا سكين. بعد ما قفلت الجرح بتاعي لقيت السكين بيتنفخ بالاير اللي تحتيه، اير ترابد اندر ذا سكين، تيجي تدوس عليه تلاقي في كريبيتاس. ده السيرجيكال انفيزيما. سببه ايه؟ زي ما قلت لك، لازم وانت بتعمل التراكيوستومي يكون الدايمتر بتاع الاوبننج اللي هتعملها ايكوال للدايمتر بتاع التيوب عشان التيوب تدخل شحط. تمام؟ ما حصلش كده، كانت الفتحه واسعه والتيوب صغيره، حصل اير ليكج. علاجها ايه؟ اشيل بعض الستيتشز بعد ما قفلت الجرح، غرزه او غرزه لا، غرزه او غرزه لا، ريموف سام ستيتشز، يقوم اسمح للهواء ان يطلع بره، تقوم تفش. تمام؟ طيب ده السيرجيكال انفيزيما. نيجي بعد كده للنيوموثوراكس، بالذات في اللوتراكيوستومي، الايبكس اوف ذا بلورا اهي والايبكس اوف ذا بلورا اهي، ايدك جت يمين او شمال، عملت انجري الايبكس اوف ذا بلورا اللي هو البلورال ساكت مالت هواء، فاللنج حصل لها كولابس، حصل انجري الايبكس اوف ذا بلورا. علاجها ايه؟ اندر ووتر سيل. يعني ايه اندر ووتر سيل؟ اللي انت شايفه قدامك ده اندر ووتر سيل، بس انا عايز ارسمها بايدي احسن، طريقه الشيشه والجوزه. بص بقى، دي مثلا التراكيا ودي البرونكاي، دي اللنج، حصل كولابس وبقى فيه هنا هواء في البلورال ساك. اكلم دكتور الكاردوثوراسيك سيرجري، كاردوثوراسيك سيرجن، يجيني يحط انتركوستال تيوب، بيحط تيوب ما بين الريبس في الانتركوستال سبيس اهي، تيوب وبعدين تنزل تحت كده تعدي على ازازه مليانه ميه ويطلع منها تيوب تانية. امال اسمها اندر ووتر سيل ليه؟ مليانه ميه اهي او فيها ميه. اندر ووتر سيل اللي هي دي. تمام؟ اندر ووتر سيل. فالعيان كل ما ياخد نفس اللنج اكسباند سنه. يروح الهواء داخل هنا وطالع مكركر، هرسمه باللون الاخضر. اهو الهواء اهو، يروح طالع مكركر من التيوب. وبعدين ياخد نفس تاني، تروح اللنج اكسباند سنه، يروح الهواء داخل وطالع ومكركر من الميه. ينفع يحصل العكس؟ لا، ما ينفعش الهواء يدخل لان الميه هتحوشه، الميه عائق، علشان كده اسمها اندر ووتر سيل. اذا جراديوال تقعد اللنج اكسباند 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 وتطرد الهواء بالتدريج، دي اسمها اندر ووتر سيل، اندر ووتر سيل. تمام؟ طيب اخر حاجه اوبستراكشن، اير واي اوبستراكشن. ازاي يعني اوبستراكشن؟ يا اما حصل اوبستراكشن للتيوب، اهو اوبستراكشن للتيوب بايه؟ بدرايد ميوكس وستراكشر للتراكيستومي تيوب، ففي مخاط نشف لان الهواء داخل دايركت، مش بيتدفى ويتفلتر ويتشبع ببخار المايه من النوز، فهو داخل دايركت هنا، فالمخاط نشف عمل وستراكشر للتراكيستومي تيوب. ديسولف المخاط في الحاله دي، ديسولف المخاط بصوديوم بايكربونيت وشفط وفريكوانت سكشن. تمام؟ وان سيفير كيسز ممكن ادخل برونكوسكوب عن طريق التراكيستومي تيوب، منظار للبرونكاي عن طريق التراكيستومي تيوب بتاعتي، واشيل الكراست او المخاط الناشف ده، الدرايد ميوكس. sometimes سببه مش obstruction of the tube بالمخاط الناشف، ممكن التيوب نفسها اتزحلقت وقعت، slipping of the tracheostomy tube. في الحاله دي تعمل ايه؟ هات tracheostomy tube نظيفه، تمام، وسع الفتحه بتاعتك بالتراكيال دايليتور واحشر التراكيستومي تيوب الجديده، insert another clean tube. تمام؟ اللي هو لو حصل لها سليبنج او سليبج. ده بالنسبه للريسبيرتوري كومبليكيشن، اسبو، ابنيا، وسيرجيكال انفيزيما، نيوموثوراكس، واوبستراكشن. الاوبستراكشن اوبستراكشن اوف ذا تراكيستومي تيوب، يا سليبنج اوف ذا تيوب. نيجي للانفكشن، الاي انفكشن. انفكشن للجرح، الوند زي المنظر اللي قدامك ده، ده وند انفكشن اهو، محمر اهو، هايبريميك. تمام؟ لو حصل وند انفكشن علاجه ايه؟ انتيبيوتيك وفريكوانت دريسنج، غيارات باستمرار. يبقى انتيبيوتيك وفريكوانت دريسنج لو حصل وند انفكشن في تراكيستومي وند. طيب ريسبيراتوري انفكشن، الله، مش الهواء ما عادش بيعدي على النوز ولا يتفلتر ولا يتدفى، بيدخل من هنا دايركت، وبالتالي ممكن يجي لانج انفكشن. وبالتالي في الحاله دي لو حصل ريسبيراتوري انفكشن، برونكايتس، نيمونيا، وات ايفر، تدي انتيبيوتيك وفريكوانت سكشن.
تشفيط. يعني لو حصل ويندو انفكشن انتي بايوتيك وفريكوانت دريسنج، لو حصل ريسبيرتوري انفكشن انتي بايوتيك وفريكوانت سكشن، فريكوانت سكشن السكريشن ده الانفكشن. الفيستولا دي فيستولا، بالرغم ان في انفكشن اهو، بس دي كده فيستولا ما لمتش وما حصلش هيلينج. المفروض العادي بعد ما الانديكيشن بتاع التراكيوستومي يتعالج، بتشيل التراكيوستومي تيوب وتقرب السكين من بعضيه ببلاستر كده وتقفلها يومين ثلاثه بيحصل هيلينج. ما حصلش هيلينج هنا ليه؟ وحصل فيستولا لان حصل فايبروز في الايدج، الايدج ده فايبروزد، يعني الاوبننج اهي حصل فايبروزس هنا. في الحاله دي لازم تشيل الفايبروزد ايدج، تخليه فريش، تشيل كل الفايبرز تيشو اللي في الايدج وتقرب السكين من بعضيه وتاخد السوتشرنج تقفل. تمام؟ ده لو اتكون فيستولا ولها طريقه معينه في الكلوجر. نيجي بقى لخلصنا كده تقريبا الموضوع بتاع التراكيوستومي، نيجي امتى تعمل لو تراكيوستومي. لو تراكيوستومي ايه الانديكيشن اوف لو تراكيوستومي؟ اللي هي اسوأ واحده في الثلاثه، لانها ممكن تعمل انجري الابكس اوف ذا بلورا، الابكس اوف ذا بلورا اهي واهي، ممكن تعمل انجري الانومينيت فين هنا. تمام؟ الثراسك اللت ستراكشر. الانديكيشن اوف لو تراكيوستومي واحد من ثلاثه، اولا سب جلوتيك ستينوزس، في ستينوزس في السب جلوتيك اريا ابعد عنها، يعني في ستينوزس هنا او ما ابعد عنها وافتح تحت لان في ستينوزس فايبروس هنا زي اللارينجوسكليروما مثلا، يبقى سب جلوتيك ستينوزس ابعد عنها. دي نمره واحد. نمره اثنين سب جلوتيك كارسينوما، كانسر هنا هتفتح فيه؟ لا ابعد عنه، والا لما تفتح فيه يحصل سبريد للكانسر، يبقى سب جلوتيك اكستنشن للكارسينوما او سب جلوتيك كارسينوما. تمام؟ مالتيبل جوفينايل بابلماتوزس او ريكارنت ريسبيراتوري بابلماتوزس اوف تشيلدرن، فاكر لما قلت لك ابعد عنها واعمل تراكيوستومي؟ لانك لو فتحت فيها هتزرع، هيحصل امبلانتيشن للبابلوما سيلز. تمام؟ وبالتالي دول الثلاثه انديكيشن اوف لو تراكيوستومي. التايبس اوف تراكيوستومي تيوب بقى، التراكيوستومي تيوبس اللي بتركب دي لها انواع. في نوع معدن ميتاليك اهو مصنوع من ماده السيلفر، فضه صافي. تمام؟ في سيلفر، في ميتاليك اللي هي سيلفر، وفي سايلاستيك مصنوع من ماده بلاستيكيه، سايلاستيك انرت لا تتفاعل مع الجسم زي دي سايلاستيك، دي سيلفر ميتاليك. ده اول نوع، يبقى يا سايلاستيك يا ميتاليك. ثاني نوع في تراكيوستومي تيوب سبيكنج فالف وفي وذاوت سبيكنج فالف. سبيكنج فالف زي ده القفله دي، يعني التراكيوستومي تيوب اهي بيبقى فيه فالف محطوط هنا. الفالف ده يسمح بدخول الهواء للتنفس ولا يسمح بالخروج، يفايبريت مع الخروج. تمام؟ وبالتالي يقوم الاكسباير دير يطلع على الفوكال كورد وتقوم تعرف تتكلم. ده يبقى with speaking valve and without valve. في بكف وفي نون كفد. دي بكف اهي. دي بكف اهي. اللي هي بالونه، دي بكف اهي. وفي نون كفد. ما دي الميتاليك طبعا نون كفد اللي هي دي. الميتاليك نون كفد. وفي سايلاستيك نون كفد وبتبقى ارخص، لكن الكفد بتبقى اغلى واحسن علشان ما يحصلش ليكج للاير. تمام؟ لو هتحطه على جهاز تنفس صناعي ما يرجعش تاني، وعلشان السلايفا والسكريشن ما تقعش على البرونكاي من الابر ايروي، يبقى دي الكف. في سنجل ودبل تيوب. الميتاليك دي دبل، في سنجل ودي دبل، التيوب دي بتدخل جوه دي، دي سنجل ودي دبل اهي. يعني اذا في سنجل تيوب اهي كده، وفي دبل جواها تيوب اصغر. ايه فايده التيوب اللي جوه دي الانر تيوب الاصغر؟ يتكون عليها السكريشن والمخاط، فالعيان يشيل الانر تيوب ينضفها تحت الحنفيه ويغسلها وينشفها ويحطها في الاوتر تيوب تاني. الاوتر تيوب بتمنتين التراك بيتنت. تمام؟ بينما الانر تيوب بيتجمع عليها المخاط فيتغسل ويتحط. يبقى في سنجل دي ارخص، وفي دبل دي اغلى. يبقى اذا انواع التراكيوستومي تيوب سايلاستيك وميتاليك، بسبيكنج فالف وذاوت سبيكنج فالف، بكف ونون كف، واخيرا سنجل او دبل. نيجي للرابيد الترنتيفز فور تراكيوستومي. بمعنى انت دلوقتي احتجت تعمل تراكيوستومي العيان، ولكن ما عندكش لا الخبره انك تعمل التراكيوستومي. دي عمليه محترمه، بتوع الطب الشرع هيضحكوا عليكم ويقولوا لكم التراكيوستومي دي بتتعمل في الشارع. لا طبعا، التراكيوستومي دي محتاجه اوضه عمليات، محتاجه الات وهكذا، فدي عمليه محترمه. هي عمليه امرجنسي،
وللاسف الشديد المفروض كل الدكاتره يعرفوا يعملوها، حتى النيرسز المفروض يتعلموها. عندنا في منطقتنا في المنطقه العربيه ككل تلاقي دكتور الاي تي بس اللي بيعملها، المفروض دكتور العيان المركزه، ما دكتور الجراحه العامه، كل الدكاتره المفروض يتعلموا يعرفوا يعملوا تراكيوسكومي. بقول لك حتى النيرس المفروض تعرف تتعلمها. طيب لو انت ما عندكش الخبره ولا الالات الفاسيلتيز ولا اوضه العمليات انك تعمل تراكيوسكومي، لها بديل علشان انقذ حياه العيان المخنوق؟ اه ممكن اندوتراكيال انتوبيشن، اللي هي دي اندوتراكيال تيوب وبحطها في اللارينكس للعيان يتنفس منها. تمام، بتحط اللارينجوسكوب الريجيد ده، بتفتح بيه بق العيان وبتروح حاطط التيوب بتوين التو فوكال كوردز للعيان يتنفس، ده الاندوتراكيال انتوبيشن. طيب في انذر الترناتيف، اه بيركيوتينيوس تراكيوتومي، ده جهاز بيجي كده معقم اللي هي ده ماشي، عباره عن عامل زي الكانيولا بس تخينه، تخين كاليبر تخين، كانيولا اللي بتدخل في الوريد هنا ولكن التاني تخين، الكاليبر تخين، بتدخله ما بين التراكيال رينج، ما بين التراكيال رينج اهو دخل جوه التراكيال اليومن، وتوصله بجهاز اكسجين. تمام، ايام ما كنا نواب الحقيقه كنا اشطر بكتير قوي من بتوع الايام دي، فكنا شايلين شنطه زي شنطه المصيف، شنطه البحر اللي بنشيلها على جنبنا دي، وكان فيها كل الحاجات دي، يعني كان يبقى فيها مشرط جاهز، اي حد كلمني اروح اعمل تراكيوستومي في اي حته من غير اناتيزيا، في اي حته في المستشفى طبعا مش بره المستشفى، في جوه القصر العيني. تمام، كان في كانيولا واسعه، مفيش وقت ان اعمل تراكيوستومي اروح داخل بيها ما بين التراكيال رينج وموصلها باسطوانه اكسجين وهكذا، دي اسمها بيركيوتينيوس تراكيوتومي، تدخل بين التراكيال رينج. واخيرا لارينجوستومي او لارينجوتومي او كريكوثيرودوتومي، اللي هو عملوها للراجل على المركب فيلم الاناكوندا، فيلم التعبان، ففتحوا الكريكوثيرود ممبرين، كريكوثيرودوتومي، لان ده اسرع. كريكوثيرود ممبرين اهو تحت ايدي ما بين الكريكويد والثايرويد كارتليج، تحت ايدي اسهل قوي من التراكيوستومي. تمام، اللي هي لارينجوستومي اللي هنشرحه كمان شويه. يبقى ده الرابيد الترناتيفز فور تراكيوستومي، اللي هي الحاجه السريعه القوي اللي ممكن اعملها لو ما عنديش الخبره او الفاسيلتيز بتاع التراكيوستومي. نيجي للارينجوستومي بقى، اللارينجوستومي اسمها الثاني لارينجوتومي، اسمها الثاني كريكوثيرودوتومي، لان بفتح في كريكوثيرود ممبرين هنا، دي كريكويد دي ثايرويد كارتليج، ده كريكوثيرود ممبرين بفتح فيه. لعلمك بقى انت ممكن تفتح، انا مستعد من خبرتي ولله الحمد ممكن افتح لك بدوفرين في كريكوثيرود ممبرين، اعمل لك لارينجوستومي وباسرع ما يمكن. هنا اهو مجرد ما اغرز دوفري خلاص عملت لك لارينجوستومي لو عين مخنوق. طيب لكن العادي ايه؟ حتى بالقلم الفرنساوي بالشافت بتاعه البارل دي بتاعته ممكن اكسرها واروح حشرها في كريكوثيرود ممبرين لو العين مخنوق. تمام، طريقه سهله قوي، كريكوثيرود ممبرين كسيرفيس اناتومي، الهايد بون عند جانكشن ما بين التشيم والنك، انزل في الميد لاين ايدك تقع على الثايرويد نوتش، انزل ايدك ها على ادمز ابل، اول ما ادمز ابل خلصت ايدك وقعت في فراغ، هي دي كريكوثيرود ممبرين. وبعدين كريكويد رينج بارزه، يبقى اللي فوق كريكويد رينج دي على طول كريكوثيرود ممبرين، اللي هي الحته دي افتح فيها، ده اللي عملوه في فيلم الاناكوندا على المركب اللي هو بتاع التعبان، كريكوثيرودوتومي او لارينجوستومي، مش ما كانتش تراكيوستومي دي ساعه ما حطوا له تيوب يتنفس منها. تمام، فدي اللي بتتعمل في الامرجنسي لو الفاسيلتيز الامرجنسي اللي هي بره المستشفى، لكن جوه المستشفى تراكيوستومي. لو الفاسيلتيز او الاكسبيرينس مفيش الات مفيش فاسيلتيز، تمام، او الاكسبيرينس بتاعتك ما عندكش خبره بالتراكيوستومي، اعمل لارينجوستومي او كريكوثيرودوتومي او لارينجوتومي. وعلى فكره هي لها جهاز زي الدباسه بره، بس انا ما شفتوش ولا اشتغلت بيه، بيحطوا كده تك زي الخرامه، مش الدباسه زي الخرامه، تك يروح خارم الكريكوثيرود ممبرين معايا. فالحقيقه كريكوثيرودوتومي سهله قوي، بيفتح هنا اهو، بس المشكله بتاعته ايه؟ لو الاوبستراكشن تحتيه مش هتنفع، لكن لو الاوبستراكشن فوقيه انت كده عملت باي باسنج الاوبستراكشن، ده اللارينجوستومي او الكريكوثيرودوتومي او اللارينجوتومي. نيجي للارينجو فيشر، فيشر يعني شرخ، فيشر يعني شرخ، سبليتنج اوف ذا ثايرويد كارتليج فروم ذا ميد لاين، فاكر دي الثايرويد كارتليج، دي الانجل ادمز ابل، ودي الثايرويد نوتش، ودي ايلا ودي ايلا، تمام، دي ايلا ودي ايلا، فبفتح الثايرويد كارتليج فروم ذا ميد لاين واجيب الايلا اليمين يمين والايلا الشمال شمال،
يبقى انا كمان كده عملت سبليتنج اوف ثايرويد كارتليج فروم ذا ميد لاين، وفتحتها اهو، بص اهو فتحتها في النص اهو، وجبت اليمين يمين والشمال شمال، تمام. بعد كده لقيت ستينوز بشيله، لقيت مش عارف اللي هو الانديكيشن، يبقى دي بتتعمل انديكيشن في اللارنجيال ستينوزس، في السبجلوتيك ستينوزس، بفتح ثايرويد كارتليج واجيب يمين وشمال واشيل كل الفايبرستيشن اللي عامله ستينوزس، تمام. وبعدين الرو اريا ده زي اللارينجوسكليروما، الرو اريا ده غطاها بايه؟ بسكين جرافت، اجيب سكين جرافت من الثاي واعمل لايننج للرو اريا علشان ما يحصلش هيلينج. الكلام ده قلناه قبل كده. كذلك في اللارنجيال تيومر، لو لارج بناين تيومر مش ما عنديش مايكرو لارينجو سيرجري ولا ليزر، ممكن اعمل لارينجو فيشر واشيله لانه كبير قوي فمش عارف اطلعه، او كوندروما مثلا مش عارف اجيبها من فوق، كوندروما بتبقى هارد، تمام، لارج كوندروما. يبقى لو لارج بناين تيومر، سمول مالجنت تيومر زي تي 1 جلوتيك كارسينوما وما عنديش مايكرو لارينجو سيرجري ولا ليزر، طبعا العادي يتعمل بالمايكرو لارينجو سيرجري واعمل كورتيكتومي بالليزر، ده تي 1، ما عنديش ليزر ولا مايكرو لارينجو سيرجري، اروح فاتح وشايل الكورد كورديكتومي وقافل تاني، تمام، لما الليزر ما يكونش افيلابل. اثناء اللارينجو فيشر العين هيتنفس منين؟ لازم اعمل له تراكيوستومي هنا اثناء العمليه، وتفضل لمده 10 ايام اسبوعين بعد العمليه لغايه ما الجرح يلم، وبعد كده اشيلها له تيمبوري، تيمبوري تراكيوستومي. ده اللارينجو فيشر. الدايركت لارينجوسكو بقى، دايركت يعني هشوف بعيني دايركت، مش عن طريق مرايه ولا عن طريق بتاع، لا دايركت. العين بينام اندر انستيزيا، العين اهو نايم اهو اندر انستيزيا، نايم على ظهره سوباين بوزيشن مع اكستندد نيك، نفس الكلام، وادخل ماسوره حديد من بقه لغايه اللارينكس، وببص على اللارينكس بعينيا، دي اسمها دايركت لارينجوسكوبي. طب لو جبت ميكروسكوب زي ده وكبر لك الفيو، اسمه مايكرو لارينجوسكوبي. طب لو انا كجراح اجريت عمليه بالطريقه دي يبقى اسمها مايكرو لارينجو سيرجري. يبقى لو بصيت بعيني دايركت لارينجوسكوبي، جبت ميكروسكوب كبر لي فيو مايكرو لارينجوسكوبي، اجريت بيه سيرجري، يبقى مايكرو لارينجو سيرجري، تمام. يبقى دايركت فيجواليزيشن اوف ذا لارينكس يوزنج لارينجوسكوب اللي هو ريجيد وايت تيوب اللي هي دي، ودي تثبيتات على صدر العيان، تمام، اندر جنرال انستيزيا اندر جي اي. طيب الانديكيشنز بتاعها ايه بقى؟ امتى اعمل دايركت لارينجوسكوبي؟ انا رايح اعمل النهارده منظار على المعده، ليه يا دكتور تعمل منظار على المعده؟ يا اما هيشخصوا لي معدتي مش مريحه، انا عندي حموضه، يبقى ده دايجنوستيك هيشخصوا، يا اما هيعالجوا لي عندي اوسجيال فيرسز وهيحقنوها، يبقى دي ثيرابيوتيك. فاكر النيزل اندوسكوبي؟ اي منظار في الطب الانديكيشن بتاعه يا للتشخيص يا للعلاج، دايجنوستيك يا ثيرابيوتيك. دايجنوستيك الدايركت لارينجوسكوبي هتدايجنوز ايه؟ هاكزامن اللارينكس لما الاندايركت او الفليكسبل لارينجوسكوبي مش عارف اعملهم تشايلد، وكل ما اجي ادخله فليكسبل لارينجوسكوبي يتحرك ويعيط ويصوت، تمام. واحد كل ما ادخله الفليكسبل لارينجوسكوبي او ريجيد هوبكنز لارينج وجيج ريفلكس عالي، خلاص نيمه اندر انستيزيا واعمله دايركت لارينجوسكوبي، تمام، زي تشيلدرن اند سام تايمز ان ادلتس. الانديكيشن الثاني كدايجنوستيك وقوي جدا، بعمل لارنجيال مابنج للارنجيال تيومر، فاكر تو اسيس ذا لارنجيال تيومر. اهم اثنين انفستيجيشن في الكانسر لارينكس، سي تي بايوبسي الاول وسي تي. بايوبسي ازاي؟ بدايركت لارنجوسكوبي. الدايركت لارنجوسكوبي يوريك ايه في الكانسر اللي هي اللارنجيال مابنج، ست حاجات. ايه هما الست حاجات؟ سايت اوف ذا كانسر، السايز اوف ذا كانسر، الشيب اوف ذا كانسر، اكستنشن اوف ذا كانسر، الموبيليتي، تمام، و الايروي شينك. يبقى اذا سايت اللي هو وتاخد بايوبسي كمان اللي هو قلناها قبل كده، سايت، سايز، شيب، شينك، اكستنشن، موبيليتي. الكلام ده قلناه قبل كده. طب الموبيليتي هتتشاف ازاي والعين اندر انستيزيا؟ تقول له دكتور التخدير، اقفل التخدير بتاعك، اقفل الجهاز، تمام، وكحح للعيان، فهو بيفوق العين بيكح وانت بتبص بالمنظار لسه، فهو بيكح تلاقي الفوكال كورد تعمل كده، واحنا شفنا فيديو كده، تمام. يبقى اذا الفوكال كورد موبايل لو الاثنين اتحركوا اثناء الكف، ده دايجنوستيك. يبقى تو اسيس ذا لارينكس لو انا ما قدرتش اعمل الاندايركت او الفليكسبل، وعلشان اعمل لارينجيال مابنج واخد بايوبسي في التيومر بتاع اللارينكس. ثيرابيوتيك بقى، عيل بالع فورم بودي، تو ريموف الفورم بودي، كل اليوزس بتاع المايكرو لارينجو سيرجري،
اه هو المايكرو انجو سيرجري عباره عن ايه؟ دايركت لارينجوسكوبي واجيب ميكروسكوب واجري جراحه بيه زي ما انا قلت لك، تمام؟ يبقى كل اليوزز بتاع المايكرو لارينجو سيرجري اللي قلناها في المنهج، ودي مشروحه تاني في الليزر، تمام؟ لان وقتها كنا بنقول مايكرو لارينجو سيرجري ليزر او كونفنشنال، اللي هي ايه؟ كونجينيتال زي الكونجينيتال ويب، اللارينجو ماليشيا، السبجلوتيك استينوز، السبجلوتيك هيمنجوما، كونجينيتال سيست، فاكر الكلام ده؟ اه مايكرو لارينجو سيرجري ما هو عن طريق دايركت لارينجوسكوبي بس بحط عليه ميكروسكوب واجري جراحه. تروماتيك زي السبجلوتيك استينوزس، انفلاماتوري زي السنجرز نود، البوليب، اليوكوبليكيا بشيلها بالمايكرو لارينجو سيرجري، الفوكال كورد باراليسيس ميسيلينياس اه بعمل لها مايكرو لارينجو سيرجري واعمل اريثنيديكتومي زي دونوس بسترو كوردكتومي، كذلك ده الميسيلينياس، كذلك النيوبلاستيك لو في كارسينوما ان سايتو او تو ان جلوتيك كارسينوما كنت بعمل لها مايكرو لارينجو سيرجري واشي اقشر الان سايتو او اعمل كوردكتومي لو تي 1. يبقى كل ده كل اليوزز بتاع المايكرو لارينجو سيرجري هقولها. السؤال ده جاي كذا مره على فكره، انديكيشن اوف دايركت لارينجوسكوبي، تمام؟ يبقى هتكتب له كل اليوزز بتاع المايكرو لارينجو سيرجري. كاتر ابيض اهو، ده المايكرو لارينجوسكوبي، العين نايم حاطط ريجيد وايت تيوب اهو من بقه لغايه اللارينكس وعامل تثبيتات الصدر بدل ما الحجامه تفضل مثبته لك، لا هو تثبيت منه في سيلف ريتيننج. وبعدين جبت ميكروسكوب وببص من هنا كبر الفيو فاسمها مايكرو لارينجوسكوب. اجريت بعمليه اهو، الجراح قاعد باصص من خلال الميكروسكوب حاطط التيوب وتثبيتات الصدر اهي، تمام؟ يبقى دي مايكرو لارينجو سيرجري. بص المايكرو لارينجو سيرجري هنا بقى، دي فوكال كورد بوليب غير اللي انت شفتها قبل كده، دي قبل العمليه. بص بريث هي البورس بريث بوليب كبيره اهي، اظن باينه قدامك ديب. ده مخاط اللي انت شايفه ده، البند دي مخاط. clear a little bit. Yeah, breathe. ده البوليب دي قبل العمليه، دي قبل العمليه. بعد العمليه شوف الصوت نعم وبقى حلو ازاي. Now lower pitch again, eval. دي بعد العمليه. تمام؟ ماشي؟ يبقى ده المايكرو شلناها بالمايكرو لارينجو سيرجري. نيجي للفليكسبل لارينجوسكوبي. ايه هو الفليكسبل لارينجوسكوبي؟ ده عباره عن فايبر اوبتيك تيوب، تمام، خرطوم فليكسبل بيدخل من النوز، بشوف بين نيزوفارينكس اسمه نيزوفارينجوسكوبي، امده لتحت لللارينكس اسمه لارينجوسكوبي، في حاجات اطول برونكوسكوبي، تمام؟ فهو ده الفليكسبل لارينجوسكوبي، عباره عن شنطه وفيها الجهاز ده بأدخله في مناخير العيان لغاية اللارينكس. اتفرج على الفيديو ده. One study cites cough أنا هسيب الراجل يشرح referable to the throat as the top two symptoms that patients reported to physicians, representing some 17 million patient visits annually. Another recent study demonstrates that diagnostic and patient management decisions are changed 90% of the time following a rhinolaryngoscopy. هو بيشرح لها قبل ما يدخل المنظار في مناخيرها، بيشرح لها the average exam takes about 4.5 minutes. وبيحط لها لوكال انستيزيا في النوز. Here we're starting with the right nostril. To minimize patient discomfort, the nasal cavity and throat should be anesthetized just prior to insertion of the instrument. Hold the control section in one hand while grasping the insertion tube between the index finger and thumb of your other hand. Lightly place your little finger and ring finger against the patient's cheek to help steady the instrument. Begin by inserting the tube into the anterior nair, directing it along the floor of the nasal cavity. If there's resistance or pain, immediately withdraw. If there's an obstruction, just insert the tube into the other side of the nasal cavity. Here's the recommended path for the exam. Start by viewing the inferior turbinate. Then steer the tip out and up to the middle turbinate and associated meatus. Return the tip to the floor of the nasal cavity and insert it into the posterior third, where you can view the posterior portion of the hard palate and the beginning of the soft palate. Upward deflection of the instrument at this point provides a view of the superior meatus and the sphenoethmoid recess. Return the scope to the floor of the right nasal cavity and advance it slightly forward while rotating counterclockwise to allow for a thorough inspection of the eustachian tube opening and the torus vivarius on the same side of the pharynx.
After returning the tip to the floor of the nasal cavity, the contralateral torus can be visualized by rotating the insertion tube 90 degrees toward the opposite nasal cavity while deflecting the tip in the downward direction. Returning the tip to a neutral position and deflecting it slightly superiorly, you can view the nasal pharynx and, in children, the adenoidal pad. The nasal pharynx. Now deflect the tip downward for your first look at the larynx. Ask the patient to breathe through his or her nose to relax the soft palate, providing additional room for the instrument. As the scope slides over the posterior portion of the soft palate, laterally, just beyond the uvula, you'll find the palatine tonsils. Here, at the level of the uvula, you can observe the posterior third of the tongue and lingual tonsils. Redirecting your view downward, you can see the epiglottis. The tip should now be at the level of the epiglottis and close to the posterior wall of the oropharynx. From this vantage point, you can identify the major structures of the larynx. Normal cord function can be observed by having the patient phonate E while viewing the vocal cords. At this point, your exam should be complete, with little or no discomfort to the patient. One study. نيجي بقى بعد ما خلصنا الاوبريشنز نيجي لليوزس اوف ليزر ان اي ان تي. ايه هو شعاع الليزر؟ الليزر ده اللي اكتشفه اينشتاين اختصار كلمه ليزر لايت امبليفيكيشن باي ستيموليتد ايميشن اوف راديشن. هو عباره عن ضوء ولكن ليه كاركتر معين، عباره عن شعاع ضوئي. الكاركتر بتاعه ايه؟ ان هو ليه وان ويف لينث. تمام، الليزر كونتين وان ويف لينث. الليزر بيم بارلل تو اتش اذر،
وبالتالي بيسموه كوهيرنت، وهي دي اللي ادت القوه للضوء ده. تمام. بداوا يستخدموه في الاي ان تي من حوالي 20 30 سنه، ومينلي في اللارينكس، يعني معظم استخدامات الليزر بتكون في اللارينكس، وان كان في السنورينج والفارينكس والنوز والاير برضو، ولكن اكتر لارينكس. ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاع الليزر؟ مش هناخده ان ديتيلز قوي، احنا هناخد اليوز مينلي. الميكانيزم اوف اكشن اللي هو ايه؟ زي افلام الكرتون اللي انتم بتشوفوها، لما يجي واحد يحرق واحد يسلط عليه شعاع الليزر فيحرقه، نفس الكلام. تمام. شعاع الليزر ده بدل ما امسك المشرط بايدي واقطع بيه، لا ده بمسك بروب كده بيطلع شعاع يقطع ويحرق في نفس الوقت، يعني يكوي، يعني مفيش بليدنج. تمام. وبالتالي ايفابوريشن اوف ووتر كونتنت، ايفابوريشن اوف ووتر كونتنت يعني حرق، بيرنينج بيحرق. تمام. بياكت اذ سكيلبل اللي هو المشرط، ولكن هيموستاتيك، هيموستاتيك without bleeding، يبقى بيقطع ويعمل كلوتنج للدم لانه بيحرق. ايه التايبس اوف ليزر؟ الكربون دايوكسيد ليزر اللي هو كومن في الاي ان تي اللي بنستخدمه في اللارينكس. تمام. ده الكربون دايوكسيد ليزر. في الارجون ليزر، على فكره الكربون دايوكسيد ليزر انفيزبل، مش متشاف، يعني ده جهاز الكربون دايوكسيد ليزر. تمام. مش متشاف، امال علشان الجراح يشوفه بيعمل ايه؟ بيركبوه على ضوء تاني، وغالبا ضوء احمر. معايا؟ ولازم طبعا تلبس نظاره علشان ما يحصلش انجري لعينك والكلام ده. الارجون ليزر ده فيزابل، لونه بلو جرين. في الكي تي بي ليزر، تمام، برضه فيزابل اخضر. الان دياج ليزر، تمام، وفي الهولميوم ليزر والكبر ليزر، في كذا نوع، ولكن الكربون دايوكسيد ليزر هو اكتر ليزر مستخدم في الاي ان تي. نيجي لليوزس اوف ليزر، دي الحته المهمه. يوزس في الماوث والفارنكس، هنقول الحاجات الكومن. اللاوب، عمليه اللاوب اتذكرت فين؟ اللاوب في السنورينج والسليب ابنيا، اللي هي الليزر اسيستد يوفيو بلاتوبلاستي، ليزر اسيستد يوفيو بلاتوبلاستي. تمام. اللي هي دي، واحد عنده ريداندنت يوفيو اند سوفت بلات، بشيل حته منها. تمام. طبعا عمليه اليو بي بي دي كانت جراحه، يوفيو بلاتو فارينجو بلاستي اللي هو بيشيل كل ده. لا، الليزر بقى ممكن اشيل حته ليميتد من غير بليدنج، وممكن تتشال بلوكال الاثيزيا. تمام. اشيل اليوفيرا، اشيل حته اليوفيرا وحته جنبها وهكذا. تمام. اللي هي ليزر اسيستد يوفيو بلاتو بلاستي في السنورنج والسليب ابنيا، اوبستراكتيف سليب ابنيا. ايه الادفانتجز بتاعتها؟ شورت ستاي ان هوسبيتال، مش زي العمليه الجراحيه اللي هو فيها بليدنج والكلام ده، خايف من بوست اوبرتيف بليدنج. زائد كان بيدان اندر لوكال انستيزيا، كان بيدان لان ما فيش فيها دم. بس عمليه ابسط من اليو بي بي. التونسيلكتومي، اول ما الليزر طلع وبداوا يستخدموه في الان تي في التسعينات، الحقيقه كانوا بيعملوه تونسيلكتومي. دلوقتي كونترا انديكيتد انك تعمل التونسيلكتومي بيه، لان بيحصل سيفير فايبروزيس وبيحصل بيرنينج الفارينكس. تمام. فلكن في حاجه اسمها ليزر تونسيلكتومي، وليزر تونسيلوتومي كمان، بيشيل جزء منها ويسيب جزء. تمام. لينجوال تونسيلكتومي دي يمكن من محاسن الليزر، لان اللينجوال تونسيل ما بعرفش اشيلها غير بالليزر يا كوبليشن راديو فريكوانسي اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. تمام. تردد الحراري، فبشيل بيه لينجوال تونسيل لان ما بعرفش اوقف البليدنج منها، فالليزر بيحرق ويشيل في نفس الوقت بيكوي. بارشال ميد لاين بروستكتومي برضه في السنورنج والاوبستراكتيف سليب ابنيا، يعني كل دول تقريبا سنورنج واوبستراكتيف سليب ابنيا. يعني اللسان لما يكون كبير ماكرو جلوسيا ما ينفعش تشيل جزء من الكم، فبتشيل جزء من المستطعم، بتشيل كور من النص، كل ده يتشال بالليزر، وبعدين تضم الجزء الباقي تخيطه كانك كششت اللسان. ميد لاين بارشال بروستكتومي. تمام. في الاوبستراكتيف سليب ابنيا اما يبقى ماكرو جلوسيا هي السبب. فاسكولار ليجن، ممكن هيمانشوما، ممكن اشيلها بالليزر لانها هيمانشوما فاسكولار. نيجي اليوزس اوف ليزر في اللارينكس، ده اهم واحد بقى. اليوزس اوف ليزر في اللارينكس هنقسمه الى كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسيلينيوس، ونقول الديزيز اللي خدناها. كنا بنقول مايكرو انجو سيرجري ليزر او كونفنشنال، ودي اللي هتقولها برضو في اليوزس بتاع المايكرو انجو سيرجري او اللارينجوسكوبي دايركت لارينجوسكوبي. كونجنتال، الويب كنت بشيله بالليزر، كنت بشيل ناحيه وبعد اسبوعين الثانيه بعمل انسيجن ناحيه وبعد اسبوعين الثانيه، بشرط الثيكنس بتاعه يبقى اقل من زي سكروتك ستينوزس، يبقى اقل من 1 سنتيمتر. طيب ده الويب، كونجنتال ويب. اللارينجو ماليشيا، ممكن اشيل ريداندنت ميكوزا
بتاع القريب جلوتك فولد بالليزر، السب جلوتك هيماتيوما، سب جلوتك ستينوزس، كونجنتال لارينجيال سيست، كل ده يتشال بالليزر. تروماتيك السب جلوتك ستينوزس نتيجه للبرولونجد كاف انتوبيشن، عملت فايبروزس نتيجه للبريكوندرايتس بتاع الكريكويد، ممكن نشيل كل الفايبرستيشن بالكربون دايوكسيد ليزر لو لينث اقل من 1 سنتيمتر. انفلاماتوري انفلاميشن في الليزر، طبعا ما تقوليش اكيوت، اكيوت اللي يتشال بالليزر، الاكيوت ده علاجه ميديكال. الكرونيك نون سبيسيفيك لوكالايزد لارينجايتس اللي هم الثلاثه، سينجرز نود، لارينجيال بوليب، ليوكوبليكيا، كنت بشيلها بالليزر، سينجرز نود، لارينجيال بوليب، ليوكوبليكيا، ده اللي هي ايه نون سبيسيفيك لوكالايزد. كذلك الديفيوز كرونيك نون سبيسيفيك ديفيوز اللي هي كان اسمها كرونيك هايبرتروفيك لارينجايتس. بص دي النديول اتشالت بالليزر، دي البوليب اتشالت بالليزر، بطشه بيضه اتشالت بالليزر. طب الكرونيك ديفيوز هايبرتروفيك لارينجايتس كان الفوكال كورد كده وكده، ده نورمال، لا منفخين كده تمام، فكنت بشيل الميوكوزا الزياده بالليزر من غير ما اعور الليجمنت، كنت بسميها ستريبنج للفوكال كورد من غير ما اعور الليجمنت في الراينكس ايديما اللي هي كرونيك نون سبيسيفيك ديفيوز لارينجايتس. كرونيك سبيسيفيك اللارينجوسكليروما ما عامله سب جلوتك ستينوزس، هي نفس السب جلوتك ستينوزس، لو الثيكنس بتاعها اقل من 1 سنتيمتر هشيلها بالليزر تمام، مايكرويف سيرجري وليزر. نيوبلاستيك بيناين تيومر سيان كان مالتيبل جوفينايل بابيلوماتوزس او سنجل بابيلوما ممكن تتشال بالليزر تمام، مايكرويف سيرجري وليزر. مالجنانت تي اي اس كنت بقشرها بالليزر، مايكرويف سيرجري واقشرها بالليزر. ممكن تي 1 جروت كارسينوما مايكرويف سيرجري واعمل كورديكتومي بالليزر طالما الليجمنت انفيدد، ما هي تي 1 يبقى انفيدد، اما تي اي اس ده نون انفيسيف بري انفيسيف كارسينوما. لارج كانسر هيوج لارينجيال كانسر والعيان مخنوق، فبدل ما اعمل له تراكيوستومي ممكن اعمل دي بالكينج، اشيل بالك من الكانسر افتح له ايرواي، بس طبعا عمرنا ما لجأنا ليها، التراكيوستومي اسهل تمام، فدي بتتعمل كبالياتيف ان انا بشيل بالك من الكانسر. ميسلينياس اللي هي لا كونجنتال ولا تروماتيك ولا انفلاماتوري ولا نوبلاستيك، البايلاترال فوكال كورد باراليسيز وبايلاترال ابداكتور باراليسيز والشنك ضيق، فكنت بعمل له اريتونيديكتومي زائد او ناقص بوستيرو كورديكتومي بالليزر، اريتونيديكتومي زائد او ناقص بوستيرو كورديكتومي بالمايكرويف سيرجري والليزر، فاكرين الكلمه دي؟ اه، يبقى عملت اريتونيديكتومي زائد او ناقص بوستيرو كورديكتومي بالليزر، كانت صورتها كده، ده الفوكال كورد وده الفوكال كورد الثاني السليم ودي الاريتينويد تمام، هنا شلت الاريتينويد وشلت جزء من الفوكال كورد علشان افتح الشنك وده اللارينكس. ده العمليه دي اللي هي الاريتونيديكتومي زائد او ناقص بوستيرو كورديكتومي، ده من ضمن محاسن الليزر. نيجي لليوزس اوف ليزر في النوز، التربينكتومي البارشال تربينكتومي فاكرينها، السيرجيكال تربينكتومي العاديه فيها بليدنج فبشيلها بالليزر، ممكن تربينكتومي بالليزر كان بيضان اندر لوكال اناتيزيا ممكن، وده التايت باك علشان مفيش بليدنج ما احطش انترونيزال باك جامد. ممكن فاسكولار ليجن في النوز زي الهيمانجوما اشيلها بالليزر. الانجيوفايبروما لا، الانجيوفايبروما داخله هنا وداخله هنا وداخله هنا ما ينفعش تمام. الدي سي ار داكريسوستوراينوستومي ممكن افتح دكت بالليزر، افتح بالمنظار من النوز افتح اللاكريمال ساك تمام واعمل دكت للنوز داكريسوستوراينوستومي بالليزر. اليوزس اوف ليزر في الاير ممكن ريموفال اوف اوريكولار ليجن، هيمانجوما هنا هيمانجوما هنا هيمانجوما هنا فاسكولار. ممكن ليزر مايرنجوتومي طبعا كلام فارغ، بدل ما اعمل مايرنجوتومي بالمشرط بتاعه واركب تيوب افتح الدرام بالليزر، الليزر ده حرق وبالتالي الدراما اهي اتفتحت عمرنا ما عملناها الحقيقه ولكن بره بتتعمل، ففتحت فتحه هنا حصل بيرنينج في الحته دي، فانا مش محتاج اركب تيوب لان كده ولا كده الفتحه هتفضل لان حصل بيرنينج حواليها وبالتالي هتهيل باي فايبروزس فتفضل مفتوحه كان تيوب راكبه، يبقى ده ليزر مايرنجوتومي تمام. ليزر استابيدوتومي زي الاستابيدكتومي كده ولكن بفتح الفوت بليت بالشعاع الليزر، يبقى ليزر استابيدوتومي. وهنا ما ينفعش الكربون دايوكسيد ليزر لان الكربون دايوكسيد ليزر بيفابوريت هيت وبالتالي بنستخدم نوع تاني، ده الليزر استابيدوتومي. مش عليكم الديتيلز دي قوي، اهم حاجه يوزس اوف ليزر في اللارينكس والفارينكس، دي اهم حاجه بصراحه. كده خلصنا اللارينكس وكل سنه وانتم طيبين.